باركنا أنت يا رب النعمة اجعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمة في الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمة 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 أحبائنا وأصدقائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من قناة الكرمة يسعدنا وشرفنا يكون ضيف حلقتنا الأخ المبارك خادم الرب الدكتور زكريا ستاورو برحب بحضرتك يا دكتور وشرف كبير جدا لحضرتك سهلا ومباركة ليا يعني أني أكتر مرة من مرة خلال الأسبوع ده الرب يشرفني أن أكون مع مشاهدين الكرمة وده بركة كبيرة لينا وشرف كبير لينا يا دكتور ربنا يخليك يا أختي منى انكي لوجودك معنا يمكن موضوع حلقتنا أحبائنا المشاهدين موضوع كتير بنتساءل فيه وكتير بقى عندنا مفاهيم مش واضحة أو مفاهيم مغلوطة هو عن البركة يا ترى إيه فكر الكتاب ناحية البركة في إيه فكر الله إلهنا المحب عن البركة هل ربنا عايزنا نتبارك هل هو بيحب يشوفنا متباركين خلونا النهاردة نجاوب على بعض الأسئلة المهمة من كتابنا المقدس عن فكر الله الرائع والمبارك من نحونا كأولاد ليه في البداية دكتور إحنا كتير يعني مفهوم البركة بيبقى مش واضح عندنا وبيبقى ليها البركة ليها مظهر إنه بس إنه شخص ربنا يكون مديله فنقدر نقول ده شخص ده متبارك ده ربنا مباركه ماديا يعني ده المفهوم المحدود اللي احنا كلنا بنتداوله مع بعض ده ربنا الشرق الاوسط عندنا كمان يعني برضو كلمه بركه ليها معاني اخرى يقول لك فلان ده بركه يعني راجل على قده يعني عقله على قده يقول لك ده بركه بجد او مثلا لما نكون ماشيين واحنا اطفال بالذات في الصعيد نكون عيش مثلا خبز يعني ونلاقيه في الطريق نروح حطه تحت الحيط علشان ده بركه طب وفعلا بس مش دي البركه متهيألي اسرار البركه اللي احنا نقصدها نقصد بركه ربنا لينا طبعا في البركات بركه ربنا لينا منها جانب حضرتك زي ما قلتي النجاح بركه الثمر بركه يعني كلمه بركه كلمه عبريه والعبري قريب من العربي فاستغربت قوي لما بحس في الاصل العبري انا ما بعرفش عبري بس قريت للي بحثه إن كلمة بركة هي كلمة مأخوذة من الجمل لما يبرك متهيألي الناس اللي في نورس أمريكا منهم ناس اللي اتولدوا هنا ما شافوش جمل المهم شافوه في الصور احنا شفناه في الطبيعة في مصر معقولة ما فيش خالص جمال هنا في ندور بقى ممكن ندور ونجيب واحد في الاستوديو معانا بعد كده اوكي ممكن نعمل عليه اوكي فالجمل بيبرك علشان يحمل بالمحاصيل طبعا اخواتي اللي في القرى بعد مثلا ما بيحصدوا القمح فبيجيبوا الجمال منظر جميل كل بيت يحبه في الحصاد ويحطوا القمح والخيارات على الجمل ده علشان يدخلوه البيت او مرات في العهد القديم كانوا في الاعياد يروحوا لبيت ربنا فالجمل يبرك برضه ويحطوا عليه الخيرات المحصول اللي هو البكوره مثلا او كل العطاء اللي هيقدمه ربنا ويودوه عشان كده كلمه بركه مثلا يقول باركي يا نفس الرب فواحد يقول لك استغفر الله العظيم هو انا ابارك ربنا لان الكلمه بركه يعني معناها اني انا باهدي لله كل المجد كل جايه برضه من الجمل لما كان يبرك وكان يتحط عليه المحاصيل سواء يتودى لبيت الله في العبادة أو يدخل المحصول البيت فدي البركة البركة سر أنا على الفكرة يعني الموضوع اللي اخترتيه يا أختي منى بجد أنا بأؤمن أن البركة سر من أسرار الله علشان كده شكرا للعنوان اللي حضرتك وضعتيه أسرار البركة يعني البركة سر وبقول لإخوات المشاهدين أنا بأعني ما أقوله سواء من خلال كلمة الله أو في الاختبار العملي إني مثلا أديك أمثلة بسيطة عن ثمر البركة أو عن مثلا خمس خبزات وسمكتين أشبعوا 5000 رجل ما عدا الأولاد والنساء يعني لو كل واحد ومراته معاه ولدين يبقى 20000 خمس خبزات وسمكتين مش ممكن يقضوا ولد هم جايبين الولد دي معجزة
مش عارف يمكن سمعتيني وانا بوعظ كتير احكي القصه الحقيقيه. كنت في احد القرى الصغيره الضياع وبقول سما خمس خبزات وسمكتين والرب باركهم، وقعد يوزع 1012 ولد كده لابس طاقيه صعيدي كان ما يعرفش القصه. قال لي انت بتضحك علينا كيف يعني؟ بامانه ازاي يعني خمس خبزات وسمكتين؟ قلت له بركه. قال لي كيف بركه يعني؟ كيف يعني خمس خبزات وسمكتين يقضوا 20000؟ انت بتضحك علينا مش عنا. قلت له يا حبيبي المسيح باركهم. المهم وانا بخلص في القصه حضر بقى الوعظه بجد، ولغايه ما قلت انه اخذوا 12 قفه. وده قلت له 12 قفه ما عجبتهوش خالص، راح عادل الطاجيه تاني وقال طب انا قبلت ان ال 20000 كلوا، كيف 12 جفه يطلعوا من الخمس؟ طب ده هم ما يجدوش 10 جفه. قلت له يا حبيبي بركه. ما عجبوش الامر اعتقدني وساب الكنيسه ومشي بجد بجد. ففي ناس كتيره كده بعد ما اوعظ عن البركه او اتكلم عن البركه، لما يعبيس قال له ليتك تباركني مثلا واتكلم عن سر البركه، بعض يقول انت بتضحك على الناس. مره كنت بوعظ عن البركه في كنيسه، راجل مهندس كبير ويا رب يكون بيشاهدني، فقال لي انتوا بتضحكوا على الشباب عشان ما يشتغلوش عشان ما يتعبوش وتقول لهم بركه ربنا وخمس خبزات وسمكتين يقضي. يا راجل خليك في الكالكوليتر. قلت له خلي حضرتك في الكالكوليتر، خليك انت في الحسابات الانسانيه طالما مش بتؤمن. زي ما مره اليشع قال غدا كيله الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل، في راجل جندي هو ربنا هيفتح قوه يعني شبابيك من السماء وتنزل بركه؟ قال له ايوه هيحصل بس انت هتشوف بعينك بس مش هتدوق. عشان عدم الايمان. عدم الايمان. هنتكلم عن الايمان في البركه. فانا بقول لكل المشاهدين المواضيع، موضوع البركه اللي متكلم عنه موضوع كتابي من اول الكتاب من تكوين واحد لنهايه الكتاب تكوين واحد، خلق الله تكوين اسف اثنين، خلق الله الانسان وباركه لغايه اخر الكتاب باركنا بكل بركه روحيه في السماويات. ثم عمليا البركه سر انه مثلا بعرف اقول دي، ويعني بعرف ناس ويمكن يا رب يكون مشاهديننا في الشرق الاوسط ظروفهم الماديه صعبه جدا. عارف في ناس مش هتصدقني، اتصل بينا قول انتوا بتقولوا كلام اي كلام. انا اقول لك ماشي، بس راجل مثلا بيقبض بالمصري 500 700 جنيه، ساكن في شقه مثلا ب 400 جنيه ومعاه 10 عيال ومراته مش بتشتغل، ويجي اول شهر يقدم عشوره للكنيسه لربنا ويقول لي ان انا بعيش بالباقي وادي دروس للعيال وي وي، ويفضل بفلوس في باقي الشهر. ده فعلا؟ ده فعلا. يبقى ده ايه؟ دي اسمه بركه. بركه الرب. وبيقول لي انه مش ممكن الفلوس دي تقضي كده. فدي يعني حاجه، دي معجزه سوبر ناتشورال. يعني المسيح كان يقيم موت وما زال يقدر، المسيح بيشفي مرضى وما زال، انا متاكد انه ما زال يشفي، وعندي اختبارات شفتها بعيني. واحنا كمان في عن شفاء المسيح لكل الابرار كثيرة جدا. لكن المعجزه الاكثر تكرارا في نظري هي معجزه البركه. بركه في الماديات الخير، بركه في مثلا واحد ممكن ساعاته قليله مثلا طيب الذكر. المرحوم الدكتور مجدي صمويل وصل السماء وسبقنا، انا كنت اشوفه هنا في نورث امريكا بس مثلا ربنا بيستخدمه في 15 17 مؤتمر، وفي مصر وفي الاردن وفي قطر وفي كل مكان، وبعدين دارس لكلمه الله عظيم. اقول له يا عمي منين الدراسه؟ فين الوقت؟ يا عشان هو كان بيشتغل فاتح عياده في ميدان تريمف في مصر الجديده، من عياده كبيره، وده كله يرد علي ابتسامه يقول لي بركه الوقت، ربنا كان بيديني بركة فتات الوقت، بجمع الكسر، قالها لي بلسانه. قال لي بركة، الله بيديني بركة الأوقات القليلة اللي بقدر أكون فيها في العربية بصلي وربنا يفتح عيني على الحاجات. بركة في الوقت، بركة للعيال. ورب كان بيستخدمه بسلطان وبقوة وناس بترجع لربنا من خلال وعظاته، يعني كان استخدام مجيد. رجل الله بمعنى الكلمة. بركة. وهكذا يعني بعرف قدام كثيرين قصة مكررة. الخادم ومراته عاشوا على الضنك وبالعافيه، ولادهم دلوقتي دكاتره جامعه وعندهم قصور، وربنا بارك كتير. بقول ربنا بارك الاولاد والبنات لاجل صلاه ابوهم وامهم، البركه في البيت. وطبعا مش هدفنا يمكن الا اذا لو تعرضنا لاسئله او حضرتك سالتي عن عكس البركه. يعني اكيد في ناس كتير بيقولوا لي احنا حاسين بعدم بركه، مش عايز اقول لعنه في البيت، دخل فلوس كتير، فلوس بتضيع، فلوس بتخلص، الوقت رايح، الصحة تعبانة،
ما فيش بركه. ففي بركه وفي عدم بركه. لكن اكيد في صور كثيرة يا دكتور البركه، حضرتك ذكرت يعني البعض منها زي البركه الماديه، البركه في الماديات، يعني ربي يبارك الماديات بتاعتنا، النجاح اللي ربي بيديهولنا. في صور كثيرة ربي بيباركنا بيها، مش بس العطاء المادي من الله، لان احنا متخيلين انه ده بس العطاء المادي، ولو ربنا ما ادانيش يبقى هو كده مش مباركني، او هو كده مش بيحبني، او هو كده مش عايز يديني، فبيبقى المفهوم عندنا يعني ملخبط شويه. فعايزين نتكلم عن صور مختلفه اللي الله بيباركنا بيها. يعني 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 طبعا في البركات الماديه موجوده، لكن ما ننساش ابدا يعني على قمه موضوع عن اسرار البركه، هو الايه الاشهر في افسس 1:3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات كمل في المسيح. يعني بمجرد إن كان أحد في المسيح، مش بجوار المسيح، كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وأيضا إن كان أحد في المسيح سينال كل بركة روحية في السماويات. هذا من حقنا، كل البركات السماوية. ففي بركات روحية باركنا بكل بركة روحية في السماوات، وفي بركات أرضية يباركنا بها. مثلا مرة من المرات في سفر التكوين أصحاح 26، إسحاق زرع الأرض، فالأرض أعطت 100 ضعف. يقول الكتاب وباركها الله، والأرض أعطت 100 ضعف. الحوالي الناس يعني، يعني الشوال بدل الشوال جاب 100 شوال، يعني كام في المية؟ يعني 10,000%، 100 ضعف، 10,000%. مفيش زرع في الدنيا ولا هندسة وراثية ولا، بس دي معجزة البركة أنا بأمن بيها تماما، وأنا شخصيا متعني الرب باختبارات من هذا القبيل. مبارك اسمه، مبارك اسمه طبعا، وإله عظيم جدا جدا، ويبارك. ولما يبارك على فكرة محدش يقف قصاده. أعداء إسحاق راحوا له قالوا له أنت ربنا معاك، إحنا نخاف منك، اعمل معانا معاهده. وعمل معاهده يمكن عند بئر 7 وقتها، ودي المعاهده بسبب بركه الرب ليه. في مثلا في سنه اسمها سنه اليوبيل، يعني دي ايه. سنه اليوبيل كل 50 سنة كانت تيجي سنه اسمها سنه اليوبيل. عند اليهودي كان دايما 6 سنين شغل يزرعوا الارض، والسنه السابعه سنه راحه، سنه الابراء وسنه يعني اجازه. فسابع سنة يعني السنة 49 هي أجازة، يجي وراها السنة 50 أجازة، يبقى الأرض مش هيزرعوها كم سنة؟ سنتين. الكلام ده في سفر اللاويين أصحاح 25 بيقول له هتقول في قلبك، ده ربنا بيعرف إن الإنسان هيقول في قلبك، هتقول في قلبك إن كنت لا أزرع ولا أحصد إزاي هقدر آكل في السنة يعني إزاي سنتين من غير أكل؟ تيجي آية من أروع الآيات في كلمة الله: فإني أأمر بركتي يقول الرب فتأتي بثمر 3 أضعاف. يعني نفس الأرض ونفس الفلاح ونفس البذرة، ربنا يقول لها أمر مني يا بذرة ويا أرض جيبي 3 أضعاف، اللي هي في السنة اللي هي قبل السنتين عشان يجيب للثلاث سنين فالسنة دي تجيب 3 تغطي، وياكلون يعني يخرجون العتيق من وجه جديد. يعني لازم هيبقى فيه من السنة اللي هي 48 زي ما حضرتك قلتي للسنة 51، لأن 51 هياكلوا برضو. إيه يعني إزاي يعني؟ أكيد يعني إزاي ليه أرض تجيب؟ أنا أقول لك حاجة وبعض المشاهدين هيصدقوني مش هيصدقوني، أنا بتكلم قصاد الله اللي حصل معايا. جنب بلدنا في حتة أرض، وشخص قبل المسيح من الجبل، وكنا بنصلي وفي شجرة كده سماها شجرة ربنا، يا رب يكون بيشاهدني الأخ بولس، وبدأ يصلي بالساعات. وبعدين قال لي أنا عايز أشتري موتوسيكل علشان خاطر أجي الكنيسة حوالي 18 كيلو. قلت له صلى، فصلى له يا رب، ده معايا انا عايز موتوسيكل ويكون نوعه ياماها، اسف اني بقول النوع ولونه كذا وكونتاك من غير ما يعملوا كده. المهم رحت زرته لقيت الجاموسه حامل، يعني
وبعدين لقيت الارض بتاعته والزرع زي الفل، وانا قاعد بصلي تحت الشجره دي لابسين جلابيات وبنصلي. جه راجل قال كده، ده حصل معايا، اسمه الحاج فلان، وبصلي كده قال لي انت تابع بولس؟ قلت له انا اعرفه. قال لي يعني في الكنيسه اللي بيصلي فيها بولس؟ طبعا في جبل. قال له ايه يا حاج فلان؟ قال له اسكت انت. قال لي انت تبع الكنيسه؟ قلت له اه انا تبع. ما خفت جدا بقول لك، ماسك قالي. قال لي قوم. فقمت. قلت له نعم. قال لي تمر في الزرع بتاعي، شايف الزرع بتاع بولس؟ بصيت عليه لقيت زرع بجد السنبله كده ونايله. قال لي بص على الزرع بتاعي، لقيت الزرع في نفس الحته، زرع اصفر. صدقيني هذا ما تم معايا لو قريتها في كتاب مشات. فقال لي تمر وتقولوا نفس ده حصل معايا، مش اسمها تمر تقولوا نفس اللي بتقولوه على الترانيم والصلاه، مر وقولوا نفس اللي بتقولوه ده علشان ربنا يبارك الزرع بتاعي زي ما بارك بولس. قلت له حاضر. طبعا اقول له حاضر، ده ماسك قال. ومرينا والراجل اللي في من بره حس بركه ربنا، وفعلا جاب الموتوسيكل ده بطريقه معجزيه، واكيد قال مئات الالاف او ملايين المشاهدين عندهم اختبارات اكتر واكتر عن بركه ربنا، ولما نفتح الخطوط اكيد هنسمع كلام حلو. مبارك اسم الرب. ومن ضمن البركات اللي الرب ممكن يمنحها لنا حضرتك ذكرتها في النص، الشفاء. ان الرب يدي شفاء لما بنصلي وبنطلب الرب، الرب بيدينا شفاء، بيستجيب الصلاه وبيشفي. دي من ضمن البركات اللي الرب يمنحها لنا، ولو منحها لنا فهو لمشيئه الهيه والغرض الهي لتمجيد اسمه، لو ما سمحش برضه بيبقى ليه خطه وقصد الهي لتمجيد اسمه. بيقول كده ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام، في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. يعني في الكلام ده في أشعياء 30 وعدد 26 بيقول إن ربنا لما يقدم ليا شفاء، يعني بيدي شفاء مبارك، فبيتكلم على إن الشمس بتدي سبعة أضعاف ونور القمر، والله لما يشفي شعبه يشفيه شفاء كامل. وفي مظاهر تاني، مثلا الله بيدي بركة في النجاح. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن النجاح، مثلا لما دانيال جعل في قلبه ألا يتنجس، هو والفتية الثلاثة دخلوا الامتحان، فلما دخلوا الامتحان سألهم الملك فكانوا في النجاح 10 أضعاف الناس اللي معاهم. فيعني في ناس كتيرة بجد تحس إنه بيدخل الامتحان مذاكر زي غيره، بس ربنا يخلي الامتحان يجيله في الحتة دي ويديله نعمة لدى الممتحن، ويخلي السؤال ده يجي. يعني بركة ربنا تتخلل كل ظروف الحياة. مبارك اسم رب. ده إلهنا اللي احنا بنعبده وبنصدق فيه وبنؤمن بيه يا دكتور. أمين أمين. لكن أي صور أخرى ممكن الرب يكون بيباركنا بيها؟ هل النمو الروحي؟ هل الاستخدام؟ هل الخدمة نقدر نقول إن الرب مبارك الشخص ده، الرب بيستخدمه؟ يا سلام. هل دي جزئية نقدر نقول فيها إن فيها فعلا بركة لا تقدر بمال إن إحنا نخدم الرب؟ أنت بتمليني يا أختي. لا العفو. ده روعة. العفو دكتور. يعني لا بالعكس، بالذات فعلا بتمليني. يعني مثلا يعني ما هي واضحة، بطرس وعظة واحدة جابت 3000، وعظة واحدة ربحت 3000 شخص ثبتوا وانضموا للكنيسة. ومرات أوعظ 3000 وعظة وما ربحش ولا حد، ومرات أوعظ 30000 وعظة وما ربحش ولا حد وعثر مني 100. فرق كبير بين وعظة فيها بركة من الله. ده اللي عمله الرب يسوع على فكرة، قبل ما صعد مباشرة في إنجيل لوقا أصحاح 24 وضع يديه عليهم وباركهم، وفيما هو يباركهم صعد إلى السماء. وكأني التلاميذ دول وكأني آخر حاجة شايفين هم، هو حط إيديه وبيباركهم. والبركة دي ما زالت موجودة لكل خادم وكل خادمة بكل انكسار يقول له يا رب أنا عايز تبارك خدمتي، يا رب يا رب أنا عايز تبارك كلمات القليلة، يا رب أنا عايز في دراسة كلمة الله، في دراسة كلمة الله ممكن الرب يديك بركة. فالآية تكون قريتها 13000 مرة وتيجي في اللحظة تاخد بركة تلمع قدامك. أنا بشوف بعض خدام الرب الحلوين وبسطة
ربنا مديهم بركه في تفسير كلمه الله. بص تلاقيه يقول الايه وسيل من التفاسير والتعزيات، في حين ان انا ممكن اكون قريت مجموعه كتب وما سمعتش ولا مره يعني في ذهني خادم، مش عارف اقول خادم مبارك، ما بعرفش انه بيقرا كلمه الله كتير، بس الخادم ده دايما لما اسمعه عنده جدد وعتقاء، بحس دايما انه وبساله بيقول لي انا بقعد كتير مع الرب، وقبل ما ادرس كلمه الله بقول له محتاج بركه لذهني، اديني بركه لذهني زي ما قال داود اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. امين يا دكتور. والرب يعني بيكافئنا وبيبارك، يعني في مكافآت الرب بيكافئنا بيها، مش بس هتبقى في الابديه لما نوصل السماء، لكن على الارض كمان الرب بيعوض وبيبارك ويكافئ وبينظر. دي بركه زي ما حضرتك قلت، الشخص بيبارك ربع شهور وهو يعني أسرته على قد حالها، رب يعني بيبارك. كلمة فيه بركة دايما زي ما حضرتك لاحظتي، مثلا خمس خبزات وسمكتين أشبعوا 20,000، يعقوب جاب آسف إسحاق جاب 100 ضعف، بطرس الوعظة بتاعته جاب يعني في تكاثر. فمثلا من ضمن بركات دي اسمها التلمذة الحقيقية، يعني لو أنا مكرس لله. بالمناسبة كل مسيحي حقيقي يجب أن يكون تلميذ، لكن للأسف الشديد مش كل مسيح حقيقي تلميذ، كل تلميذ للمسيح هو مسيح حقيقي، لكن للأسف ليس كل مسيح حقيقي تلميذ. يعني إيه تلميذ؟ يعني ماشي حسب كلام ربنا. قال المسيح إن كان أحد يأتي إلي ويبغض أو يترك أباه وأمه وأخوه وأخوه وأخته وامرأته وأولاده ونفسه يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف من كذا حاجة، وترك طبعا الزوجة والأب، لأنه الإنسان ملهوش إلا زوجة واحدة وطبعا أبونا السماوي. من كل ده مع اضطهادات يأخذ كام؟ 100 ضعف. 100 ضعف يعني مرة تاني زي موضوع إسحاق بالظبط، أدي روحيا مكافآت 100 ضعف، يعني 10,000 هنا على الأرض. إخوة وأخوات، يعني إذا أنا تركت أختي بالجسد مثلا في مدينتي في صعيد مصر، حضرتك أختي ليا، وأخوات فضليات كثيرين، إخوة أفاضل إخواتي، تركت أخ سبته عشان أخدم ربنا وألف يديني الرب 100 أخ، ده بركة. ده بركة إن تحس إن عيلتك عندك عزوة عيلة، عندك 100 أخ أكتر طبعا، يعني ده إذا تركت واحد. 100 أخت، 100 أم، 100 أم بجد تحبك وتعتني بيكي في كل مكان، ليك أم ولكل مكان ليك أولاد وبنات في الإيمان، فهذه أيضا بركة من حيث مكافآت هنا على الأرض وفي الدار الآتي الحياة الأبدية. أنا بصراحة يا أختي منى، يعني لما بقابل شباب وشابات وبيوت دايما بصلي لأجل البيوت دي إن الرب يديها بركة، وطلبتي إني يعني أنا بقول إن مهم إن احنا نجتهد في كل حاجة ونذاكر، بس من غير بركة ربنا الكل رايح. يس. ويمكن حضرتك زي ما بتقول يعني أحيانا الواحد بيترك الأسرة من أجل الخدمة ورب بيبارك، وبيبارك كمان يعني بيدينا الأخوات والإخوة في الجسد، وبيبارك في الأسرة كمان إحنا بنسيبها، إنه الوقت القليل اللي بنقضيه مع بعض تلاقي رب يبارك علاقتنا ويبارك محبتنا وشركتنا مع الأسرة في الوقت اللي إحنا بنقضيه القليل اللي بنبقى بنجري وبنلهث ونرجع من، يعني كحضرتك بتسافر كتير وممكن تكون بتقضي أوقات يعني أقصر من نفسك تقضيها مع الأسرة، لكن تلاقي رب بيبارك في الوقت ده من طبعا. العلاقة ومن محبة عميقة بتتوطد في الأسرة مع الأخوة ومع الأم والأب مع الأولاد مع الزوجة، فدي بتبقى بركة يعني من عند يعني ربنا. من ضمن البركات دي أن تيجي قناة الكارما تدعيني فأكون على الهوا وأنا هنا في لوس أنجلوس في نورث أمريكا، ومراتي في القاهرة بقول لها مساء الخير وزي الحال، وبعد ما أخلص وولادي طبعا شايفين دلوقتي وقالوا لي هنسهر عندهم الفجر، وقالوا لي هنسهر وهنشوفك، وطبعا أول ما أخلص هلاقي تليفونات، ففعلا في بركة. يا مصر جات أوريدي وإيمانويل مستني على التليفون يكلم حضرتك. يلا. ألو إيمانويل إزيك؟ ألو؟ إيمانويل سمعنا؟ هو واضح ان في حاجه في الخط. ايمانويل لو تكلمنا تاني نرحب بيك ونحب نسمع صوتك. في نقطه مهمه يا دكتور حضرتك قلتها، ان رب يسوع ليه كل المجد، وهو اخر حاجه هو بيترك التلاميذ باركهم. أيوة. ورفع ايديه وباركهم وصعد للسماء. صحيح.
ويمكن لو هندور على فكرة الله الأزلي إن هو في البداية بارك آدم وحواء وابتدى بالبركة. طيب إيمانويل جه تاني ناخده بعدين نكمل البركة. هلو إيمانويل. ألو. ألو. سلام المسيح. سلام المسيح معك أيضا، أهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. أنا كنت عايز أعمل مداخلة في موضوع البركة. اتفضل. دكتور زكريا كان بيتكلم عن موضوع البركة وما هي البركة. أنا بس كنت حابب أوضح نقطة بسيطة. أنا بشوف إن البركة بتبتدي من الارتباط الداخلي الوجداني ما بيني ما بين الرب، لأن بتبقى في مشكلة في الثمار، إن الإنسان لما بيشوف الثمار بيركز على الثمار أو بينبسط بالثمار. يعني المداخلة اللي كان عملها دكتور زكريا عن الأخ بولس، وكان قال اختباره مرة في القناة الفضائية تاني. صحيح. الأخ بولس الديري على ما أعتقد. بالظبط، بولس الديري. اختباره رائع جدا، بس مثلا لما يجي حد مش حتى ملهوش علاقة بالإيمان خالص بيشوف بس نتائج البركة، فهو عايز بس نتائج البركة لكن مش شايف من غير المبارك. نتائج البركة من غير المبارك. يعني أنا فاهم كلام حضرتك، قصدك الناس أحيانا تعوز نتائج البركة بدون الارتباط بالشخص المبارك هو الله ذاته. بالظبط بالظبط، يعني هي دي نقطة، عايز البركة السهلة وبنلاقي ان انتشر. يمكن انا حابب حضرتك دكتور بعد ما اقفل تعمل سبوت لايت على النقطة دي، الناس بقت بتستسهل البركة، باكيتات للبركة، الباكيت ده جاي من شخص كان مبارك، شخص كان مبارك جدا، انا لما مجرد همسك الباكيت ده اللي كان فيه جزء مثلا من ثياب الشخص ده هتبارك، بتبقى مشكلة اعيش حياتي زي ما انا عايز، لكن باكيتات البركة فاست فود كده، حاجة كده زي الفاست فود تيك اواي، دي بتبقى مشكلة يا دكتور. يعني من غير ما ابص للذبيحة، من غير ما ابص ان انا اقدم ذبيحة، لا انا عايز من غير ذبيحة، انا عايز البركة التيك اواي، يمكن دي بتبقى مشكلة كبيرة. دي نقطة. النقطة الثانية ان بيحصل التباس الناس بمفهومها عن البركة، لما تشوف مثلا شخص متبارك بتشوف مثلا الشخص ده مش بتعرف ايه داخلياته، مش بتعرف ايه سبب البركة في حياته، سر البركة. بتتعثر مثلا من اشخاص بتبقى اسماء، يعني مثلا هدي مثل كتابي زي مثلا في سفر العدد لما العصيان اللي هي كانت بتوع رؤوس الاسباط، واحد بس اللي هو هارون، عصا هارون هي اللي افرقت لوزن، لكن باقي الاسباط كلها ما افرقتش، وكلهم اسباط رؤساء الاسباط، يعني اسماء، ممكن لاقي اسماء في الخدمه لكن حياتهم ممكن ما تكونش مباركه، ممكن تعمل عصر للناس. يعني انا عايز اقول ان داخل الانسان عميق من يعرفه، لكن لاقي حد بسيط جدا ومتبارك. فدي نقطه احنا محتاجين برضو نعمل عليها سبوت لايت علشان الناس ما تتعثرش. في كمان حاجه اخيره يا دكتور حابب اشارك بيها. اتفضل. البركه بيكون ليها مراحل، يعني من ضمن البركات ان الرب بيزيح عني قشور. يعني كان مره الرب وراني حلم ان زي ما يكون اب صغير ماسك بنت، سوري، اب ماسك بنته الصغيره وماسك سكينه، والسكينه بمهاره شديده جدا بيعمل لها شرط كده في جسمها وبعدين بيقشرها. سمعت صوت زي ما بيكون بيقول كده مش كده احلى، وش البنت نور قوي بعد التقشير ده. فممكن يكون حد في المراحل التقشير دي وهو حاسس ان لا انا مش متبارك من عند الرب، لا انا بقول له انت ممكن تكون متبارك جدا بس الرب بيباركك بالتنظيف الاول، بالتنقيه في حياتك، بالتلميع. ده انا متفق. ثانك يو، شكرا ليك يا مانويل، يا جميل، لانك انت يعني لخص نقط كثيره من اللي احنا مجهزين نتكلم فيها، ودارس كلمه الله، وهذا امر جميل جدا. ما هو انا حسب ما فهمت وخرج انه حكايه التقشير عايز يقصد منه بعض الالم، الالم، وبعض الظروف الصعبه، لانه هناك علاقة وثيقة مرات كتيرة عكس ما الناس تتصور. يعني ممكن واحد يقول لي يا رب باركني وبعدين ما تجيش البركة، ويصر يقول لي ربنا باركني ما تجيش البركة، ويفاجأ ان بدل ما يتبارك يحصل مثلا مشكلة في حياته، ويقول له انا بقول لك باركني ولا بقول لك يا رب مشكلة. فإذا كان في تليفون ولا حاجة ناخد ميرفت من استراليا وبعدين نكمل مع حضرتك يا دكتور. الأخت ميرفت تفضلي حضرتك على الهواء، أهلا وسهلا بحضرتك. ألو، ازيك يا أخت منى؟ أهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا أخ زكريا؟ أهلا بيك يا أخت ميرفت. أنا ميرفت وزي الأخت ماري. أهلا وسهلا، هي أكيد في مصر بتشاهدني وأنا في أمريكا دلوقتي. ربي يباركك ويباركها. أمين. أنا كنت عايزة أشترك معاكم. اتفضل. اختبار حلو عن البركة. اتفضل. ايوه احنا عايزين كده. الحقيقة كان في يعني في كان في ضربة جامدة من الشيطان، ما كان
كانش ليها حل او ما اقدرش كنت اتكلم فيها مع حد خالص. فروحت ركعت قدام الرب وحطيت الامر ده قدامه، قلت له بحط الشيطان قدامك. ايوه. ف وانت انت يعني انت عالج الامر ده وشيله مني. ايوه. لان كانت يعني قويه جدا عليا. ففتحت الكتاب قلت له انا واثقه انك هتشيل الامر ده وهتعالجني وانت الشيطان قدامك اهو انت اللي تقيده. وفتحت الكتاب قلت له كلمني عشان تعالجني. نعم. ففي اي انا بحبها موجوده في تثنيه حول الهنا اللعنه الى بركه من اجلك لانه احبك. نعم. لقيت في القراءات اليوميه بتاعتي في نحامية اخر اصحاح لقيته بيقول حول الهنا اللعنه الى بركه لانه قد احب. في نحامية يعني مكتوب حول على طول، دي تاني ايه تقريبا يعني تثنيه ونحامية. نحامية في القراءات اليوميه بتاعتي كان يعني كان الوقت الرب رتب ورد عليكي بتشجيع يا اختي مرفه. رد عليا ان افتح قناه الكارما الاقي في الشاشه مكتوبه الايه حول الخير الى الشر الى خير. وبعد كده كان في عندنا قعده صلاه في البيت ولقيت البركه الغير عاديه اللي فعلا ما قدرش يتعبر عنها. مجدا للرب. بقيت ابكي واقول له فعلا حولت اللعنه البركه. مبارك. فالرب يبارك ويبارك كل البرامج الحلوه اللي انتم بتقدموها. انا كنت بتابع قناه الكارما 3 سنين على الانترنت لكن دلوقتي انا بشوفها على التلفزيون وانا فرحانه. مبارك. صلوا لاجلنا وصلوا لاجل قناه الكارما يا اختي ميرفت لانه وصلت فعلا لاستراليا ونيوزيلند. والبرنامج اللي فات جاتنا اتصالات من نيجيريا واستغربت قوي. ايوه انا شفتها. ايوه في برنامج الحكمه. بالظبط. أيوة انا شفت. بالظبط. من نيجيريا. امين. الرب يعمل بقناه الكارما بكل برامجها الجميله المؤثره. امين. اللي الرب هيستخدمها وهيجيب بها نفوذ. امين. امين حبيبتي. امين. الرب جاي. امين. امين يكمل شغله ويجيب ولاده. ميرسي قوي يا اختي ميرفت. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا لاجل الاختبار الجميل ده حبيبتي. ربنا يستخدمك فعلا سبب بركه زي ما احنا بنقول لكل احبائنا اللي سمعوا الكلام دوت وسمعوا الايات الكتابيه. واحنا هنشارك برضو مع حضراتكم بايات اكتر واكتر في حلقتنا النهارده. لكن ناخد مكالمه معنا الاخت اسكندره من بوسطن. حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي اخت منى. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ نشكر. شكرا ليكي يا اهلا يا اخت اسكندره وحشتونا جدا. ربنا يبارككم. وانت وحشني يا دكتور زكريا. مسكتك علينا؟ لا ان شاء الله اكيد. صلوا لاجلنا. امين. مسكتك على المسقعه؟ اكيد طبعا طبعا. كل الاكل الجميل الحلو وسلام للكل. اتفضلي يا اخت اسكندره. في الحقيقه الموضوع بتاعك ده موضوع حلو خالص. انا عشت في البركه طول حياتي انت عارف. كل الظروف اللي كنت بمر بيها. صحيح صحيح. ما كنتش عايشه غير ببركه يسوع. مبارك المجد. رب وكان يعني كنت اختبرت مره كانت نيفين عندها امتحان نهائي في الكليه. ايوه. وابتدت تخلص الاسئله وفكرت ان الاسئله خلصت لكن اتاري الورقه من ورا كان فيها اسئله تاني. واكتشفت بعد كده ان في اسئله والوقت كان ضاع خلاص. يعني كان فاضل يمكن 10 دقائق او ربع ساعه. فنبين بقى اضطربت ساعتها. صعب جدا طبعا. وخافت وبعدين ابتدت تحل وقالت لي يا رب انت اللي هتبارك في الوقت. وبعدين اكتشفت بعد كده ان هي خلصت كل الاسئله في العشر دقائق. يعني في العشر دقائق ربنا بارك. بتقول لي يا ماما النهارده حصل معايا حاجه كانت صعبه لكن الرب انقذني. قلت لها على فكره نيفين انا كنت بصلي لك يا حبيبتي. قالت لي الساعه كام؟ فقلت لها ميعاد اللي هو كنت بصلي فيه. قالت لي في الوقت ده حصل كذا وكذا وكذا. المجد يا رب. انا بأمن بالكلام ده. وفي 10 دقائق قدرت تكمل كل الاجزاء اللي كانت مش متصوراها ابدا. هذه هي يد الرب المبارك الحلو واهميه الصلاه في البركه. وهنتكلم يا اخت اسكندره تابع معانا. هنتكلم عن ان في علاقه جامده بين الصلاه والبركه. ايوه ايوه خالص.
شكرا. نفسي يا دكتور زكريا طلب منك انك تصلي للدكتور رنو من فضلك. اول امبارح خدنا فرصه الصلاه مع القسيس سمعان ومع الاخوه في المؤتمر لاجل الدكتور رنو، وقلنا له يا رب اتدخل، واحنا بنواصل الصلاه. شكرا ليكي وسلام الكل يا اخت اسكندره، متشكر جدا. العافيه يا دكتور، ربنا معاك ويحافظ عليك. شكرا ليك يا حبيبتي لاجل الاختبار الرائع ده، ربنا يباركك ويستخدمك اكتر واكتر. واحنا بنصلي للدكتور نور ربي يعني فعلا يمد ايده ويشرف عليه. من احلى شهاده رائعه، شهاده جميله، والرب يقدر ينزل ليه بالشفاء. ونصلي نصلي له دلوقتي يا دكتور. امين. اتفضل يا ابونا الطيب العظيم، انت تعلم كم كان الدكتور رينو وما زال يحبك ويحب ربنا يسوع المسيح، وانت تعلم اننا نحبه، ونقول يا رب انه انت تقدر يا رب تنازل بمد يدك بالشفاء الى عبدك يا رب، وايضا بالتشجيع والتعضيد لكل الاسره ولكل الكنيسه في بوسطن يا رب. وانت عارف قد ايه احنا يا رب بنحب هذا الاخ المبارك اللي خدمك وبيته مفتوح. اعمل معجزه يا رب وفرحنا، اعمل معجزه بركه وشفاء يا سيد، وطيب قلوبنا لان لك كل المجد. امين 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 يا دكتور. امين. معنا بنت الرب من امريكا، حضرتك على الهواء اتفضلي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا اخت منى؟ اهلا بحضرتك. بصراحه كانت الكرمة بركه لينا كلنا. اشكر ربنا. انا قاعده في منطقه هنا في امريكا ما فيهاش كنايس، ولكن الرب اعطيني كانت الكرمة يعني كنيسه في البيت. مبارك حقيقي، نشكر الله. اخ زكريا، انا عاوزه اكلمك على حاجه كده، مش عارفه هي موضوع كده، مش عارفه بخصوص برضو البركه وبخصوص الخوف اللي جوايا. اتفضلي. انا عاوزه اقول لحضرتك، انا اول طفل ليا كان فيه زباينة بيفتة، وعاش شهرين وتوفى، وبعد كده كان اساس بركه لينا صدقني خلال الشهرين. وبعد كده ربنا اعطاني ولد، نعمه كبيره في حياتنا، عنده دلوقتي يعني almost 10 سنين، بس يعني بركه كبيره في بيتنا. مينا ده ابني الكبير، واعطاني بعد كده مريم. المهم انا حامل دلوقتي يا اخ زكريا. نعم. وربنا جاي لي وموعدني ببركه ثمره بطني. امين. بس مينا على فكرة كان دخل المستشفى وكان ليه متاعب وليه شغلانة وكده، ولكن الرب تمجد فعلا. بس أنا الحمل ده في حالة رعب وخوف، وحاسة إن الشيطان بيلعب معايا دور كبير جدا في إن أنت تجيبي طفل مش كويس. مش كل اللي بيكلمني من مصر ولا أنا أكلمهم يقولوا لي بس ينزل كويس وينزل حلو، ما ينزلش يعني تعبان زي ما أيوة. كل الاطفال اللي انا في الاول جبتهم يعني. صحيح. انا نفسيتي تعبانه. بصي يا اختي بنت الرب، عايزه اقول لك انه كم حاجه بسرعه. يعني اول حاجه انه طبيعي اثناء الحمل الهرمونات بتكون مختلفه، فاحيانا يبقى الخوف ده شيء طبيعي، مش شيء يعني مرات المخاوف تبقى طبيعيه. ضيفي لذلك موضوع مينا، ثم تضيفي لذلك كلام الناس اللي بيكلموكي. الحاجه الرابعه بقى في القصه الشيطان. اسمعي، كذاب وابو الكذاب، اوعي تصدقيه. وانا بقول لك مبروك بنعمه الرب، الطفل البيبي اللي هيجي هيكون مبارك ومحفوظ. مين. ومش انا نبي ولا حاجه، لكن من خلال اللي انت قلتيه، لانه طالما ابليس نازل يكذب عليك بالشكل ده يبقى متضايق وغاير، وان الرب هيحفظك وهيحفظ البيبي بنعمه الرب. امين امين يا حبيبتي، وتشددي بالرب. يا رب يخليك. حاجه اخيره يا اخ زكريا، اتفضلي. ابني الكبير، ابني مينا، بيسالني ساعات، هو يعرف الرب خالص وبيصلي ومؤمن خالص يعني، فبيحضر افلام كرتون، فساعات يقول لي يا ماما الفيلم ده كويس، بيحبه ربنا ولا مش بيحبه؟ انا مش بعرف ارد عليه يعني، بقول له انت بتعرف يا مين. طيب انت يعني برضو يعني كويس انه يشوف افلام كرتون وكده عشان يبقى ما عندوش اي حرمان، بس انت تابع الحاجات لو في حاجه فيها رعب، حاجات احيانا فيها حاجات مندسه، تقدر برضو توجهيه. هي حاجات الرعب بس.
يعني لا ما فيش رعب ولا خوف. لا توجهي حضرتك تقدري توجهي حبيبتي ورب يديكي حكمة ان انت توجهي الحاجات اللي تتفرج عليها. وبعد الولادة والبيبي ما يجي حلو اتصلي بالكارما وفرحينا ان الرب أمين. تنازل ليكي بكل شفاء والبيبي بكل صحة يا رب يسوع. انا عاوزك يا رب خلال الخدمه بتاعتك دلوقتي يا رب يا رب تديني اسم كده لان اما انا اصلي واقول يا رب عاوزه اسم من عندك. انت انا معايا عندي هجيب ولد بس بقول يا رب نفسي اسم من ايدك. احضري بقى الحلقه واي يعني ربنا يرشدك اثناء الحلقه. امين 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 يا اخي. شكرا يا بنت الرب ربنا يباركك. شكرا لاتصالك. شكرا ليك يا حبيبتي ربنا يباركك. ناس طيبه ومخلصه وبتحب الرب وعايزة تعيش للرب وعايزة تسمي أولادها أسماء تمجد الرب حاجة تفرح. أنا أشكر الله تفرح فعلا. يعني معنا الأخ سامح من الجيرسي تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك. ألو ألو أخ سامح. أيوة سلام ونعمة. أهلا وسهلا بيك سامعينك. تفضل تفضل حضرتك على الهواء احنا سامعين حضرتك. تفضل أخي سامح حضرتك سمعنا؟ أنا الصوت كان بيقطع. سلام ونعمة. أهلا بيك. الرب يبارككم ويبارك الدكتور زكريا ونبذة البركة. احنا بنقول الرب فعلا يبارك قناة الكارما والمجهود اللي بتعمله. شكرا. وربنا يبارك العاملين كلهم اللي فيهم اللي في ناس كتيرة ما عرفهمش. بنقول ربنا يبارككم. أمين. وليا سؤالين صغيرين. اتفضل يا أخي سامح. شكرا ليك. اتفضل. بالنسبة للبركة أخي سامح حضرتك سامعنا؟ هو واضح ان في حاجه طيب راح عشان يدي له العشور واستلم منه بركه. ايوه في عبرانيين 7:7. ايوه بدون كل مشاجره الاصغر يبارك من الاكبر. يبارك يبارك من الاكبر. ايوه السؤال الثاني لما بيبقى في اجتماع صلاه بنطلب من حد ان هو يختم لنا الاجتماع بالبركه الرسوليه وكنت عايز يعني تشرح لنا ايه البركه الرسوليه. شكرا. انا اللي بشكرك جدا جدا. شكرا. يا اخي سامح بيتكلم عن الملك صادق. هو طبعا قطع التليفون بس هو بيتكلم عن الملك صادق اللي قابل ابراهيم وابراهيم ابونا ابراهيم ادى العشر لملك صادق فملك صادق بارك ابراهيم وبدون اي مشاجره الاصغر يبارك من الاكبر. يعني الأكبر روحيا يقدم البركة للأصغر روحيا. طبعا في عبرانيين 7 زي ما قال الأخ سامح وحضرتك سامعني عايز كان بيقول إن ملك صادق اللي لم يذكر اسمه هو رمز لكهنوت المسيح اللي على رتبة ملك صادق وكان عايز يوصل بعد كده قال إن إبراهيم في النهاية جه منه لاوي وجه منه هارون وعايز يقول إن الكهنوت اللي حسب ملك صادق الممثل في ملك صادق أعظم من الكهنوت بتاع هارون. عايز يوصل أن كهنوت ملك صادق أفضل من كهنوت هارون. ماذا يقصد بكهنوت هارون؟ الذبائح التي تقدم في العهد القديم حسب الناموس في مذبح في هيكل سليمان والمذبح حاجات العهد القديم. أما المسيح على رتبة ملك صادق فهو رئيس الكهنة لنا على رتبة ملك صادق لينا في العهد الجديد اللي دخل بدم نفسه الى الاقداس فوجد لنا فداء ابديا. اذا كان عايز يوصل يعني لما بياخد من تكوين 14 الى عبرانيين 7 عايز يوصل ان مين اعظم في المقام الروحي ملك صادق ولا ابونا ابراهيم. فملك صادق اعظم روحيا من ابونا ابراهيم لانه هو اللي بارك ابونا ابراهيم فعايز يقول ومن ابراهيم جه هارون فعايز في النهايه يوصل ان ملك صادق اعظم كهنوتيا من هارون اللي هو من نسل ابراهيم. عايز يوصل ان كهنوت المسيح على رتبه ملك صادق اعظم من كهنوت المسيح على رتبه هارون. هما الاثنين كهنوت المسيح بس كهنوت المسيح على رتبه هارون بيتكلم على العهد القديم كهنوت المسيح على رتبه ملك صادق بيتكلم على العهد الجديد. ايه الفائده من حكايه ان الاكبر يبارك الاصغر؟ ان مثلا لما تلاقي يعقوب يحط ايده على فرعون يعقوب ابو الاسباط يضع يده على فرعون، فرعون اعظم ملك في العالم وقتها. فمين اعظم؟ على بنفس المقياس بتاع ملك صادق وابراهيم، مين اعظم؟ فرعون ولا يعقوب؟ هيبقى يعقوب. يعقوب اعظم. هذا الرجل الراعي الغنم
أعظم، وقبل فرعون هذه العظمة. فحينما بارك الله يعقوب، لازم اوعي اوعي اختي منى يضيع البرنامج قبل ما نتكلم عن يعقوب، لما قال له ليتك تبارك، لما قال له لن اطلقك ان لم تباركني، لما الله بارك يعقوب صار يعقوب بارك روحيا وفي تاثيره اعظم من اعظم انسان على الارض. هذه عظمه بركه الذي يعطيها الله بتخليني مبارك من قبل الرب، وتخلي حتى ملوك العالم يطلبون بركه من هذا الشخص المبارك من قبل الرب. أمين. أنا معنا مكالمات هناخدها، بس في نقطة مهمة كان أثارها الأخ إيماني، وقال إن إحنا أحيانا بنطلب العطية ليس المعطي، بنطلب البركة ليس المبارك، بنطلب من الرب وبننسى نطلب الرب. فدي نقطة نفسي برضو نتك عليها دكتور أبو مكمل مكالماتنا، إنه أنا وأنا بطلب أنا ما بطلبش منه، أنا بطلبه هو، ولما بطلبه بلاقيه بيباركني بكل البركات اللي إحنا بنتكلم عليها. يعني أنا في الأول قبل ما أطلب، أنا محتاج أطلب الرب لحياتي، أقبله مخلص وفادي شخص لحياتي، أخذ الرب الأول. ما هو كلام حضرتك 100%. تاني نقول الآية الأشهر، يا ربي يعني ما تنساش، لا تمضي حلقة عن أسرار البركة والآية دي بتاعت أفس 1:3 ما تحفظ. باركنا بكل بركة روحية، أنا هعملها في تشبيه، في السماويات في المسيح. لو أنا مسيحي بالاسم مناش في المسيح، أنا تبع المسيح. لكن المقصود بالمسيح، المقصود في المسيح، أي إني صرت خليقة جديدة. يعني باختصار زي ما مانويل قال، تبت ودخلت جوه المسيح، بقيت في المسيح. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. فلن أبارك بكل بركة روحية في السماويات إلا وأنا في المسيح، زي ما المسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى. إذن كل البركات الروحية مبنية على التوبة والإيمان والدخول في المسيح، بعدها تأتي البركات. كلام إيمانويل كلام محترم. مثلا الناس يهمها دايما البركات الأرضية ولا تبحث للأسف عن البركات الروحية. مثلا سي قولي أنا بأمن، ومن لحظات قلت في نفس الحلقة، إن المسيح ما زال يصنع معجزات شفاء، شفاء جسدي. وانا مؤمن ان يسوع المسيح، اختبارات وبنصلي مع ناس طول الوقت في قناه الكاميرا، رب يستجيب. هو امسا واليوم الى الابد فعلا بيشفي الناس، كان وما زال وسيظل. ولكن قولي تعالوا يا جماعه هنعمل اجتماع صلاه لشفاء المرضى، وهنصلي وفي ناس عندها ايمان صلاه وكده، هتلاقي ناس كتيره جات. قولي تعالوا علشان هنتكلم عن شفاء الروح، اي خلاص النفوس، هتلاقي ناس يقول لك لا يعني بكره. فللاسف الشديد يعني دكتور حكى لي الفرق ما بين البركه الجسديه والبركه الروحيه. قال لي في واحده دكتور، دي قصه حقيقيه حكى لي زميل ليا، يعني كانت لابسه صليب، هو دكتور عيون طبيب رمد يعني، فقال لي بكشف عليها كده وسنها مثلا 58 سنه، فقلت لها عندك ميه بيضه كتركت، عمليه بسيطه دلوقتي يعني. قال لي قعدت تبكي، قلت لها خلاص دي عمليه بسيطه، قعدت تبكي. قال لها طبعا في مريض تاني لازم. المهم باختصار شديد انه بعد كده لما لقي صليب، قال لها بعد ما كفكفت دموعها، قال لها وحضرتك يعني مسيحيه؟ قالت له اه. قال لها يعني اختبرت ربنا؟ يعني بعد عمران طويل هتروح فين؟ قال لي ضحكت، قالت لي طبعا النار. قال لي انا كنت هتجنن، بتبكي علشان عندها كاتركت في عينيها، وبتضحك ان جسدها وكلها هتروح النار. اي فكر هذا؟ الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. فده اللي كان بيقصده مانويل، ان الناس بتبحث عن البركه الجسديه دون، وهذا ما فعله عيسو لما فقد البركه، وهنتكلم عنه اذا وراك تليفون. حاضر يا دكتور. معنا الاخت ماجده من الينوي، حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور. انا عايزه اقول اختبار انا مريت بيه شخصيا. اتفضل. انا عندي ولدين، وكنت كل يوم اصلي لهم عشان يختبروا ربنا، وكنت دايما اقول له يا رب من فضلك خليهم يعرفوك في الاول ويختبروك، دي اهم حاجه عندي. أيوه. تاني حاجه باركهم في حياتهم العمليه وفي دراستهم. نعم. كده. ف بصراحه اللي حصل ان فعلا ربنا باركهم في حياتهم العملية وفي دراستهم، والحمد لله هم أولاد حلوين جدا جدا جدا.
صحيح هم لسه ما اختبروش ربنا في حياتهم، بس اللي أنا عايزة أقوله إن أنا عشان متهيألي يعني إن أنا عشان طلبت في الأول نمرة واحد إن هم يختبروا ربنا. نعم ربنا باركهم. فأنا شخصيا اختبرت الحتة دي، إن فعلا اللي بيطلب في الأول الروحيات بيلاقي الحاجات التانية كمان. اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم، والرب يفرح قلبك كمان حبيبتي ان هم يرجعوا للرب وتبقى البركه مضاعفه ويبقوا خدام، ورب يفرحك يفرح قلبك باستجابه الصلاه كمان. صلاتك لاجلهم مش هتضيع، الصلاه مش هتضيع. امين يا حبيبتي. امين امين. شكرا لاهتمامك واتصالك والاختبار الجميل اللي قلته لنا. شكرا ليك يا حبيبتي. معنا الاخت ايمي من فلوريدا، حضرتك على الهواء. الو ايمي، ايمي سامعانا؟ الو، هي واضح ان ايمي مستنيه تسمع من التلفزيون، لو كنترول روم ياخدوها يقولوا لها تسمعنا من التليفون يبقى بنشكركم. في نقطة مهمة قوي يا دكتور كنت سألتها لحضرتك نكملها، ان الرب يسوع هو بيصعد فتح فرد ايديه وباركهم وصعد للسماء، ويمكن من ضمن الفكر الأزلي للبركة ان الرب اول ما خلق الانسان باركهم وقال لهم اكثروا واملأوا الارض. ففكر الله من اول خليقة الانسان ان هو الانسان يكون من اول ما خلقه، اول ما خلق باركهم آدم. ودي كانت اول كلام عن البركة في الكتاب، إن ربنا عايز يباركني كأفراد وعايز يباركنا كأسر. ويا رب يا أختي منى يكون عندنا وقت نتكلم عن بركة البيت، يعني البيت المبارك. فربنا قصده البركة، لكن إيه اللي حصل؟ تكوين اثنين الله باركهم ودي أول بركة، تكوين ثلاثة دخلت الخطية. ولما دخلت الخطية، وأنا بقول لكل مشاهد يعني أنا بشكر رب لأجل المشاهدين اللي بقي عندهم وعي رائع، بقول لكل مشاهد يعني راجع الكلام اللي بتسمعه، بنقول ان في تكوين اثنين الله بارك الانسان لما خلقه، تكوين ثلاثة دخلت البركة فأتت اللعنة وبدأت اللعنة بالحية، ملعونة انت على بطنك 90. وبعدين بدأ يوجه الكلام لحواء بيقول لها يعني بالوجع تلدين. وبعدين آدم مرضيش يلعنه طبعا ولا لعن حواء لانه كانوا باركوا، بعرق خبزك، بعرق وجهك تاكل خبزك كل ايام بس ما قالوش انت ملعون لكن قال الملعون الارض بسبب، بالظبط يعني الارض لعنت بسبب، لعنت الارض وبالتالي بقت بعرق ملعون الارض بسببك. نفس الفكره ولاد نوح لما طلع من الفلك ربنا باركه في تكوين 7، تكوين 6 الطوفان طلع من الفلك ربنا باركه. بعد كده الواد المش مؤدب، اسف في التعبير انا بقول كده، اللي اسمه حام سكر نوح فدخل على خيمه ابوه شافه سكران بمنظر، طلع يهلل الحقوا بابا سكران. فالولدين التانيين اللي هو يافس وسام مرضوش يبصوا على باباهم وهو سكران، فجابوا غطاء ورجعوا لورا كده من غير ما يحطوا عينيهم على ابوهم في وضعك وحش ورموه. صحي نوح غطوا ابوهم، غطوا ابوهم في زي يعني الشخص اللي دايما يلاقي حد في غلطه يقعد يشهر بيه اهو ده حام. بس شوف العجيب، نوح سمع لما صحي من الغلطان نوح طبعا، بس كمان حام غلطانين ما ترباش، يعني نوح غلطان انه يسكر، كان اول من سكر للاسف. لكن حام ربنا نوح ما لعنهوش، فلعن مين؟ لعن ابنه اللي هو كنعان، ملعون كنعان، قال له كده ملعون كنعان. طب ليه نوح ما تبارك ما تلعن اللي غلط؟ ما طلعت اللي غلط، قال لك انا ما اقدرش العن بعد ما باركت. ده درس جميل، ان حينما تدخل في المسيح وتبارك بكل بركه روحيه في السماويات مشكله الخطيه تتحل، لان المسيح حمل لعنتنا على الصليب فنتمتع بالبركه. ولما نتمتع بالبركه ما فيش قوه تجيب اللعنه. زمان انا في تليفون ظهر، لا اتفضل يا دكتور. زمان جابوا عراف اسمه بلعام علشان يلعن الشعب، وقعد يعمل حاجات ويروح اماكن، فاكره بلعام؟ فما قدرش وقال كلمه حكايه، وانا الكلمه دي بتشجعني جدا وتفرحني، قال كيف العن من باركه من الله. باركها الله، ان الله بارك فمن يرد.
فحينما يباركنا الله لا توجد قوة لا من الشياطين. عشان كده أنا بزعل على بعض المؤمنين والمؤمنات اللي بكل وقارة أقول مؤمن ومغسول بدم المسيح ومبارك بكل بركة روحية في السماوات ويقول أنا خايف يكون علي لعنات. لعنات إزاي يا عم؟ ما المسيح حمل لعنتنا على الصليب ونحن مباركين. إن كنت جوه المسيح ثق إنك مبارك بكل بركة روحية في السماوات. وحتى لو هو معتقد كده دكتور يصلي ويقول له ربنا أنت حملت لعنتي على الصليب، لو أنا معتقد كده أنا برمي كل الفكر ده، برمي كل اللعنات اللي أنا متخيلها دي في الصليب. صحيح. وبقول لك يا رب أنت تيجي تكسرها حتى لو أنا فاكر إن في لعنة، أو حتى لو في حاجة فعلا ممكن تكون بتخليه يعني يشك إن في لعنة، يقول يا رب أنت على الصليب كسرت اللعنة. ويعلن الكتاب ده لأنه فعلا ده حقنا، إنه رب يسوع حمل خطايانا، حمل لعنتنا، حمل أمراضنا، فعند الصليب بنقدر نقول له رب احنا بنضع كل ده. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ قد صار لعنة لأجلنا. فأنا بقى أقول للمشاهدين اتصلوا معايا وأنا بتكلم فكر كتابي بصراحة، أي مؤمن حقيقي اتغسل بدم المسيح وجوه المسيح ما عليهوش لعنة. أنت تختلف معايا ربنا يباركك، لكن أنا ده رأيي. لكن أختنا منى بتضيف حاجة جديدة، وهي هو فعلا ما عليهوش إذا حاربك الشيطان وخلاك تظن إن في حاجة من كده، قول له يا رب أنا برمي ده وأنا عايز أثق بيك إن كل بركة ليا في شخصك. بسم الله. أمين أمين يا دكتور. ناخد مكالمة من أستراليا، الأخت ابتسام، أهلا وسهلا حضرتك على الهواء. مرحبا، كيف الصحة؟ أهلا بيك يا حبيبتي، كيفك أنت؟ ربي يبارككم يخليكم يا رب. ويباركك أيضا. أحب أسلم على الدكتور زكا. يا أهلا بك يا أخت ابتسام، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الله يبارك حياتك. الله يخليك يا ربي. عندي اختبارات كتير مع الرب. من اجيت عند الرب كتير اعطاني اختبار كتير قوي. تفضل. في واحد كتير اختباري قوي مع الرب، كان اول اختبار اللي صار معي. اتفضلي شاركينا يا اختي. امي بامريكا مريضه محتاجه الى كلى. نعم. فكانت 4 سنين بتغسل الكلى. ايوه. واحنا بينا ميت واحنا كنا صغار، وامي تعبت علينا كثير وربتنا واشتغلت على ما كبرتنا. ايوه. وانا متجوزه وعندي اولاد، كان طلبتنا من الرب انه امي بتشفي لنا، بترد صحه كويسه، بتصير لنا يعني كويسه. نعم. شوفها بالبيت، كانت كل يوم بتتعب، كانت كل يوم بالمستشفى نايمه. فقرروا الدكاترة إنه لازم واحدة من الخواتف يعطوها كلى. أيوة. فما رحمت إلا بس على أختي الصغيرة، وكانت متجوزة وعندها 3 بنات. فأختي برعت إنه تعطيها الكلى لأنه دم ما صار مع دم أمي، إنه بيتوالم الدم. نعم. مع بعضهم. نعم. فإحنا بذاك الوقت أنا زعلت كتير، ضليت أبكي بقول له يا ربي يا يسوع المسيح أنت الخالق وأنت الشافي. صح إحنا بنحب أمنا وما بدنا إنه أختي كمان إذا بتعطي كلى ما بدنا تتضرر هي كمان. صحيح. بدنا من عندك أنت تعطينا كلى، أنت يا ربي عاوزين من عندك الشفاء. فأمي كانت مسجلة اسمها بالمستشفى ناطرين على ويت الليس على كلى. فبليلة من الليالي أنا ركعت وصليت، كانت الساعة 12 بالليل، ركعت وصليت ضليت أبكي قل له يا ربي يا ربي أرجوك اسمعني، أريد أمي بتشفي يا ربي، أريد تعطيها أنت الكلى من المستشفى، ما بدي تاخذ من أختي كلى، تكون أنت الدكتور بالمستشفى بأسرع وقت تعطيها هاي الكلى، محتاجة إلى أمي أنا بحطها أمي، لأن كانت كثير يعني تعبانة بالمرة. ما في طولت بالنوم، أنا ساعتين بروح بنومة رن عندي الموبايل، أنا افتكرت حالي أنا بالحلم. أيوه. رديت على الموبايل، طلعت بنتي كانت بأمريكا مع أمي. أيوه. قالت لي مام بدي بشرك، قلت لها شو؟ قالت لي تلف إنه من المستشفى قالوا لأم لستي ساعة الكلى بأسرع وقت هلأ. مبارك اسم الرب. يعني استجاب صلاتك في ساعة. صليت أبكي أبكي. مبارك اسمه. ما بعرف، حسيت حالي الدنيا نورت قدامي والملائكة والدنيا كلها عم ترنم معي بالأوضة، حالي أنا عم صلي.
مبارك هللويا، هذا هو إلهنا الحي، مبارك اسم الرب، مجدا للرب. قلت له يا ربي فعلا انت كلمتك ثابته وامينه، انت قلت اقرعوا يفتح لكم في حقيقي حقيقي. اشكر الرب في حينها، امي راحت على المستشفى وحطت الكلى وامي بصحه كويسه الان، نشكر مبارك الرب. هللويا، شكرا لاجل الاختبار ده يا اخت ابتسام، وقادرين نشوف دموعك احنا سامعينها، لكن قادرين نشوفها. الرب يباركك ويبارك حياتك لانك شاركتينا في هذه القصه، رب يباركك، شكرا. ورب حبيبتي يعني استخدم الاختبار ده اللي انت بتحكيه دلوقتي سبب تشجيع لنفوس كتيره، أكيد. وسبب بركه غير عاديه فعلا لكل نفس تسمعنا، شجع ايمان ناس بتصلي، ورب يديها اختبارات كده. شكرا لاتصالك يا اخت ابتسام. حقيقي يعني الرب بيستجيب في الحال، يعني مش كلام بنوعظ بيه على المنبر، دي حقيقه. نشكر الله، مبارك اسم الرب. ناخد مكالمه اخرى. الاخ ابراهيم من نيوجيرسي، حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. بتكلم مع الاستاذ الدكتور زكريا. اي حبيبي، هو سامع حضرتك. اهلا بيك يا اخ ابراهيم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي، بحبك جدا. نشكرك يا حبيبي. انا من يعني انت بالنسبه لي بصراحه يعني بحب اسمع برامجك، خصوصا الطبيب العظيم. حضرتك هتيجي امتى نيوجيرسي ونيويورك بقى؟ بصراحه هنكون في الاسبوع الثاني تقريبا من نوفمبر في نيوجيرسي، واحتمال كبير نكون على الهوا من الكارما برضو. ياريت نعرف المكان عشان هتلاقي تابع الكارما، وهيكون الاعلان عليها ان شاء الله قريب. طب طلبة خاصة، من جريت تذكرنا في صلاتك انا ومراتي وانجلينا. امين يا اسمها نانسي وانجلينا بنتي، هنعمل كده. تذكرنا في صلاتك دايما. امين يا اخ ابراهيم، شكرا لكلامك المشجع، ويعني اسلوبك اللي بتفرح القلب، ميرسي قوي يا حبيبي. الله يخليك، ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا يا اخ ابراهيم. شكرا يا اخ ابراهيم لاتصالك، ربنا يباركك. معنا الاخ حسن من ميتشيغن. الو، مساء الخير اخت منى. مساء النور يا اخ حسن، اهلا بيك. مساء الخير للدكتور. اهلا وسهلا يا اخ حسن. انا بدي بس شغله، انا بدي اتصلوا لبنتي اسمها زينب لانه قبلت الرب، وهي مستحيل تطلع تحكي. هي بتطلع بتحكي اختبارها بكره، بس تصلوا لها انه الله يثبتها على الايمان. امين 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 يا اخي حسن، ربنا يباركك حبيبي. امين. وفي شغله ثانيه، ان احنا كنا امبارح بالمؤتمر اللي صار بواشنطن العابرين من الاسلام للمسيحيه، وصارت معنا شغله هنيك بالمؤتمر انه في اخ اجري معشي يقدر يوقف ويقع بالارض، بس بنشكر الرب هنيك بالكنيسه الاخوه كنا نصلوا له. صدقيني يا اخت منى، صدقيني انه بنفس الساعه الاخ قام وقف عادي طبيعي. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. وفي شغله بدي نوه فيها بس، الله يخليك. اتفضل دكتور. انا بس هون بدي اشكر الجاليه الاخوه المصريين المسيحيه لانه استقبلونا بواشنطن احسن استقبال. امين. انا بشكرهم من كل قلبي عبر هذه القناه المحترمه، لانه صدقيني يا اخت منى انه قاموا بواجب يسوع اكثر. مبارك. يمكننا نحن حازين اربع ايام بالاوتيل، صدقيني ما كان يخلونا ننزل بالاوتيل. صدقيني يا اخت منى، انا بشكر مصر وبشكر شعب مصر كله. شكرا لك. لانه شعب محترم وبحب كل الاخوه العرب الثانيين. نشكر ربنا يا اخ حسن، ودي محبه الرب اللي بيحطها في قلوبنا البعض كجسد واحد في المسيح، انه يعني زي ما الكتاب بيقول انه ما فيش عبد ولا حر، ليس ابيض ولا اسود، ما عندناش تفرقه، كلنا جسد المسيح من كل الشعوب، وفي السماء هنكون من كل القبائل، من كل الامم، من كل الشعوب. ترنيمه بتقول كده، امام العرش الوف ربوات الوف جايين من كل مكان، هنسجد امام الرب وهنركع له وهنعبده. والرب ما بيبصش على شعب ولا على جنس ولا على لون، لكن هو احنا كلنا واحد في المسيح. فبنشكر ربنا لاجلك، رب يباركك ويقودك اكتر واكتر لمجد اسم اخ حسن. دكتور زكريا، ناخد ترنيمه ونرجع نكمل حلقتنا. اوكي احبائنا المشاهدين، خليكم معانا، ناخد فاصل ونرجع نكمل الحلقه مع حضراتكم.
قناة الكارما ليست لأمريكا وكندا فقط، بل أيضا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. كما يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيض فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيض من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة ضعف وأكثر تدينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. عايزينك تيجي بسلطانك، تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، بروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، اظهر في سلوكنا وغيرنا، أمر بالبركة أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا، أمر بالبركة أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. عايزينك تملك في حياتنا، روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتندانا، من غير ولا ركن يكون لينا، املك في القلب وعلمنا، من دينك راحتك في كياننا، نور أذهاننا وفاهمنا، وتعامل مع بطء إيماننا، ارجع بمرحمك وحينا،
تزرع والمجد يكون لاسمك وقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك دينا كمان أعظم منها وحياتنا توافق أفكارك وإيماننا يزيد وإنت منها أمر بالبركة أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقك تعديدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أمور بالبركة في أيامنا ترجع بمرحمك تحيينا إشراقة وجهك نستنى بنتوب وتعالج أراضينا. ترنيمة رائعة عن البركة، ربي فيها بيأكد وبيثبت الكلام اللي ربي بيتكلم بيه لنا في الحلقة. أحبائنا برحب بكم مرة تانية وحلقة رائعة عن أسرار البركة مع دكتور زكريا ستورو. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا وبرحب بك يعني في مكانك يا أختي منى، وأنا فخور بقناة الكرمة مش كلام، لأجل أنه يعني لو تعرفي واحنا ماشيين في الشوارع في صعيد مصر بلاقيها مظبوطة على الـ على الـ في البيوت، والناس بتسألني عليها وعلى البرامج، فنشكر رب. أمين يا دكتور، أمين، ورب يكمل يستخدمها لمجد اسمه في كل مكان. وعايز أشجع حضرتك برضو أنه كتير قوي بيجي لنا مكالمات على قناة الكرمة من ناس قبلت الرب من خلال الطبيب العظيم، سواء حضره في المكان نفسه يعني أو حضروه على التيفي، صلوا قبلوا رب مع حضرتك. يمكن حضرتك ما شفتهمش، ما قالوا لكش، ويمكن مش هتشوفهم، لكن في السماء هتعرف قد ايه رب استخدم الخدمة والتعب لمجد الرب. قابلت ناس في حتة يقول لك أنا من 5 سنين كنت بشاهدكم على التلفزيون على قناة الكرمة في الطبيب العظيم، ويعني والناس طيبة. أنا اللي أنا عايز أقوله أني حضرتك يعني علشان هنا في نورث أمريكا ما شفتيش التأثير اللي في الشرق الأوسط للقناة، والناس بيقابلوني مثلا أكون حكيت قصة في الطبيب العظيم فوصلت للشرق الأوسط وأنا في كندا أو أنا في أمريكا أو أنا في أي مكان، فيقول لي على فكرة لسه كنت هناك في صعيد مصر من الأسبوع اللي فات وقابلت واحد قال لي لما وأنت بتتكلم على الطبيب العظيم في الكرمة وقلت إنك التذكرة نسيتها وما كانش معاك فلوس، عملت إيه؟ أنت ما كملتش القصة. قلت له تذكرتي؟ قال لي لا لي. يعني عايز أقول لك المتابعة جميلة جدا وانت في الشارع، يعني رد فعل القناه رائع. نشكر ربنا، رب يكمل عمله يا دكتور ويمجد اسمه اكتر واكتر ويجيب النفوس اللي فعلا محتاجه تعرف. ده الهدف. امين امين. معانا مكالمه ابن الرب، حضرتك على الهواء. الو. ايوه اتفضل حضرتك معانا على الهواء. ماشي. الو، اهلا بيك. انا اسمي يعني مهم، يعني كان حصل لي اختبار من مده كبيره. اتفضل. وبعدين يعني كان ايامها طبعا الجنيه كان جنيه كويس، يعني كان يجيب فلوس كويسه. ايوه واضح انك هتحكي قصه جميله كده، انا بالاحساس حسيت. ف
فالمهم ان كان مرض عليا ظروف صعبه شويه. ايوه. وبعدين كان المدام بديها مبلغ معين تصرف الشهر، وانا وياه مبلغ اصرف بيه الحاجات اللي هم بيحتاجوها. صحيح. قبل الشهر كده بخمس ست ايام او سبع ثمان ايام ما كانش في جيبي حاجه الا 15 جنيه دي، وكان عارفهم كويس جدا يعني. وبعدين بقول للمدام عاوز حاجه من تحت، قالت لي اه عاوزه. قلت لها طب قولي لي اكتبيني اكتب يعني. قعدت مليني، فانا قعدت اتملى مليتني حاجات ب 50 جنيه. وبعدين قلت يعني مش مهم، الورقه اشوف الحاجات المهمه واجيبها ب 15 والباقي يعني خلاص. انا احب الاختبارات اللي من النوع ده، كمل لي يا عم. فالمهم بديت في جيبي اجيب 15 جنيه، ما لقيتش حاجه في جيبي خالص. بعدين وانا بسرق حبيبي من جيبي، ايدي شحنت كده هو على يعني ورقه، فطلعت المهم بصيت لقيت في جيبي كام؟ لقيت في جيبي 60 جنيه. مبارك اسم الرب. طب جبت الحاجات اللي ب 50 وفضلوا ليا كمان 10. مبارك اسم الرب. طب وازاي حصل، ازاي حصل جم ال 60 دول؟ ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش لغايه دلوقتي ازاي. انا اعرف. في محفظه في جيبي كده هو بلاستيك. انا اعرف. بصيت وانا بطلع ايدي من جيبي شحن الورق في جيبي. فطلعت المحفظه وفتحتها، بدل ما الاقيهم 15 لقيتهم 60. ازاي؟ انا ما اعرفش. هذه بركه. المهم عاوز اكمل الاختبار. فانا كنت في مجموعه يعني، فقالوا مين حصل وياه حاجه عظيمه الشهر الاسبوع اللي فات؟ قلت لهم انا، وحكيت لهم الحكايه دي. فالمهم لما وصلت لنقطه ان انا بديت الجيم ما لقيتش، بعضهم ضحك يعني، لكن بعد ما كملت الاختبار كلهم مجدوا ربنا كتير جدا، كنا تعزينا خالص خالص. تاني من الصبح قعدت افكر انا كده، قلت يعني يا ريت ما كنت قلت الاختبار ده، ما كانش لازم اقوله. وبعدين وانا بفكر كده افتكرت ان انا محتاج ل 40 جنيه مهمه جدا. وقلت يا رب زي ما بعت ال 60 امبارح ابعت ال 40 النهارده. ايوه. صدقني ما خلصت الكلمه. والمدام قالت ايه؟ يا فلان. قلت لها نعم. قالت لي انا جيت البنطلون ده جيت اغسله، بديت في جيبي جيبه لقيت فيه 40 جنيه. مبارك. قلت لها عاوزها او هاتيها. فربنا في يوم يعني تمجد وياه بطريقه خير عاديه. هللويا. انا برضه ما كنتش يعني حبيت اقوله، يمكن يبقى سبب بركه كثيرين. ده كلام جميل واختبار حلو، وبيحكي عن سر البركة. وبأمانة أنا كزكريا اللي بكلمك اختبرت هذا الاختبار عشرات المرات ومئات المرات. أيوة عندي برنامج اسمه حياتك في قصة، بس مش بحكي القصص اللي حصلت معايا، لأنه بنتظر واحد زي حضرتك يحكي قصة كمان عشان الناس ما تعتقدش أني بحكي قصص شخصية. فأشكرك أشكرك أشكرك يا ابن الرب على هذه القصة. شكرا لك ورب يباركك. معنا الاخت فيفيان من نيوجيرسي، حضرتك على الهواء، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور حبيبتي، اهلا وسهلا. انا بس كان ليا طلب صلاه. اتفضلي. دكتور زكريا. اتفضلي يا اخت فيفيان. انا عايزه اقول حاجه، ان انا شفت حضرتك من مش عارفه يومين او ثلاثه بالصدفه بتفرج على قناه الكارما، لقيت حضرتك ما اعرفش برنامج جاي من مصر ولا مكتوب عليه برايرز فروم ايجيبت. حضرتك كنت بتحكي 20 اختلاف بين المرأة اللي كانت بتصلي بلجاجة، مش عارف حضرتك لو تفتكر الموضوع، بيننا وبين المرأة اللي كانت بتصلي بلجاجة. ايوه. فأنا كنت الحقيقة ليا طلبة صلاة بقالي فترة طويلة، أنا متجوزة بقالي فترة وما عنديش أطفال وعندي 44 سنة، والحقيقة كنت يئست من الموضوع ده خالص، وحتى جوزي قال لي خلاص لو ربنا عايز يدينا كان عطانا، وهو يئس من إنه يصلي. أنا بعد ما سمعت الوعظة بتاعت حضرتك الحقيقة أصريت إن أنا أصلي وبلجاجة علشان ربنا يديني بركة من إيده. بس فانا نفسي ان حضرتك تصلي لي، لان انا قررت ان اروح عند دكتور واعمل تحاليل وربنا يفتح بركه يديني بركه من عنده، فبليز تصلي لي. هنصلي دلوقتي. يا رب بنباركك ايها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي. يا رب نحن لا نضارب الهواء ولكن نثق فيك يا رب، لا نثق في اي بركه مصدرها انسان او بركه ارضيه، لكن كل بركه لنا روحيه وايضا زمنيه هنا في الأرض من يديك من خلالك. يا من حملت لعنتنا، يا من صرت لعنة لأجلنا لنبارك فيك. يا رب أختنا فيفيان تتنازل إليها مع أسرتها، إن كان يا رب عندها رغبة أن تباركها بنسل بشر أنت تستطيع يا رب، ولا تمنع خيرا
عن السالكين بالكمال تنازل إليها، وممكن يا رب من غير دكتور أو من خلال الطبيب اللي هتروح له تدي له حكمة ونعمة وتفرح قلوبنا يا رب من فضلك يا سيد، زي ما سارة ضحكت في نفسها وقالت بعد فناء يصير لي تنعم، لكن أختنا لسه شابة يا رب، لكن في نفس الوقت قلت لسارة هل يستحيل على الرب شيء، تنازل من عندك يا رب لأن لك كل المجد. آمين 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 حبيبتي، ربي يفرح قلبك ونسمع اختبار منك يا أخت فيفيان. شكرا لاتصالك حبيبتي، شكرا ليكي. دكتور زكريا، وإحنا بنكمل حلقتنا عن الجزء المهم بتاع بداية اللعنة في حياة آدم، وتكلمنا إزاي على نوح وعلى حفيده، وإزاي إنه إحنا نقدر نصلي، وإنه إزاي الرب يسوع شل لعنتنا على الصليب. لكن في نقطة مهمة جدا، إنه إحنا محتاجين علشان اللعنات دي ما تكونش بتسري لينا أو بتتوارث لينا، إن إحنا نيجي وقت هنقف وقفة، هنطيع كلمة رب، هناخد خطوة بالتوبة وبالصلاة وبالرجوع للرب، ونكمل في سكة الطاعة عشان نقدر نختبر البركة في حياتنا، ونقدر نشوف البركة من إيد الله لحياتنا. طبعاً بندخل من الباب اللي هو الرب يسوع المسيح لكل المجد، لحياة مجيدة وحياة رائعة مليانة بالبركات. طيب أنا بس عايز أوضح في الحتة دي برضو نقطة بسيطة، يعني هي يمكن فاني شوية فيها مضحكة، بس في درس تعلمته. طبعا في آية زي ما ذكرت في أفسس 1:3، باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. فأنا شاب صغير كان في اجتماع صلاة، وأنا كنت شاب صغير وكنا عاملين اجتماع صلاة، طبعا كان في كبار في السن وكبار في الخدمة، وكنا احنا مجموعة شباب بنصلي كده. فكان في شاب جنبي بيصلي بكل أمانة، وجنبه راجل كبير في السن، وواضح ان الكبير في السن كنا من بلاد مختلف، ان الكبير في السن ده دارس في كلمة الله وكده. فالشاب بيصلي يا رب يا رب ادينا انت نصرة على الخطية. فالراجل الكبير والشاب ده بيصلي ربط على كتفه قال له هو نصرنا وخلاص، الله يقودنا في موكب النصر. وهو بيصلي وهو بيصلي يا بعد كده ايه، فراح الشاب اتلخبط شوية وبدأ يكمل، طب يا رب باركنا، انا محتاج بركه في خدمتي ومحتاج بركه في حياتي. ده الولد. فالراجل الشيخ برضه ده حصل قدام، ربط على كتفه وقال له يا حبيبي باركنا بكل برك، قل له اشكرك انك باركتني. قال له ايوه. بقى الولد ما قدرش يسكت، قال له انا عارف انه باركني فعلا، بس انا محتاج اتمتع بيها حرفيا. دي نقطه مهمه جدا، يعني هستخدم تعبير قديم معرفش، في يعني في البركة الشرعية والبركة العملية الاختبار. نحن في المسيح من حقنا أن نبارك، قد بوركنا فيه بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، في حسابنا كل البركات، ولكن مطلوب أن أنا دايما أصلي ودايما أقرأ كلمة الله لتتحول هذه البركة الشرعية اللي من حقي اللي أنا ورثتها من الله عن طريق المسيح إلى بركة عملية. فلا يوجد تعارض عزيزي المشاهد، لألا يكون هتقول هو باركنا ولا لسه هيباركنا، هو أنا وإنت فعليا مباركين في المسيح، من حقنا أن نتمتع زي ابن مثلا ابن ملك بأمير، الولد ده من حقه كل المملكة، أنا وإنت من حقنا كل البركات، بس الولد ده بيبدأ ما يبقاش قاصر ويبدأ يتعلم يطلب من أبوه البركات، ويطلب إزاي يحكم في دي وإزاي يعمل في دي، فيتمتع بهذه البركة حرفيا. حبيت أوضح بس أن فرق ما بين أن احنا مباركين بكل بركة روحية في السماوات، دي حقيقة من حقي، وما بين أن أنا أتمتع بهذه البركة حرفيا. لكن سؤال حضرتك، تيجي بقى حاجات تخليني أتمتع بالبركة اللي أنا بوركت بيها فعلا حسب أفسس 1:3. مثلا كلمة الله، في بركات وفي لعنات موجودة في آخر سفر اللاويين وفي آخر سفر التثنية، مثلا تثنية 28 بيحط يقول له قدامك البركة، كان يقف كده الكاهن يقول بركات وواحد تاني يقول اللعنات، ويقول إن سمعت كلمة الله ستحل عليك كل هذه البركات، مباركة تكون في خروجك، مباركة هي ثمرت بطنك، بركات عظيمة. ثم لعنات رهيبة، مثلا منها الخوف الرهيب، يقول لك تهرب
من ورقة شجر. بدل ما انتوا خمسة منكم بتردوا ربوات، انتوا تهربوا وتهربوا من نفسكم، اللي هي الشرير يهرب ولا مطار، بالظبط اللي هي اللعنات. فكان دايما على جبل جرزيم وجبل عبال على ما اتذكر، جبل البركه وجبل اللعنه، هو بيقول البركات ويقول اللعنات، بيقول الفاصل ما بين دي ودي كلمه الله، اطاعه كلمه الله هي الاساس لكل البركه. لو حضرتك تتذكري ونحن نتحدث عن النجاح، ولو بكره تحدثنا عن الخير وبعده عن الثمر وبعده عن اي جزء في الحياه، هنرجع لكلمه الله. كم اقول لنفسي ولاخواتي واخواتي، ويمكن الشيطان بيضحك علي يقول لي يا عم انت بتقول، لكن لا هستمر اقول، انه لا توجد بركه الا من خلال كلمه الله. طوبى لمن يقرا ويعمل اقوال نبوه هذه الكتاب. في بركه حقيقيه ليك لو قريت، وبركه حقيقيه لو درست وحفظت. فاذا اطعت كلمه الله حسب ايات كثيره من ضمنها البركات واللعنات اللي في اخر اللوين والاخر التثنيه، هتتبارك وهتتمتع بالبركه. واذا ما قطعتش للاسف شديد بتوقع نفسك في العصيان، اللي العصيان من نتائجه مش كويس. امين يا دكتور مصطفى، ده يكون تحذير لكل حد بيسمعنا دلوقتي. ناخد مكالمات. اتفضلي. معانا بنت الملك من استراليا، حضرتك على الهواء، شكرا لانتظارك، اتفضلي. مرحبا، سلام الرب معاكم. ومعك ايضا حبيبتي. بس كان بدي اقول اختباري. تفضلي. عن تفضلي حبيبتي سامعينك، تفضلي. عن موضوع الحلقه اسرار البركه. ايوه. كنت بس اريد اقول يعني انا كنت مؤمنه اسميه وانا صغيره، بقرا الكتاب، احفظ الايات، واعمل بالوصايا المكتوبه بالكتاب المقدس، وكنت يعني احس بحالي هيك يعني مؤمنه حقيقيه. بس بالواقع بعد ما دخل المسيح في حياتي، حتى ما كنت بؤمن بالولاده الجديده، بعد ما صار هذا الشيء ما يتاكد يعني البركه الحقيقيه الحقيقيه هي انه المسيح في داخلي الان، مش من برا اشوفه. مين؟ رائع. أنا كنت مباركة يعني، أشياء كثيرة عندي، زوج وأطفال ومال وجمال، يعني الأشياء اللي كل الناس يكون عندها. بس الشيء يعني اللي البركة الحقيقية اللي عرفتها من الرب إنه غيرني. كنت مرة يعني صاخبة، بس لما أجى في حياتي حولني لإنسانة جديدة. هاليلويا. اختبرت من، صار في عندي محبة، في عندي سلام، في عندي فرح، كأنه إنسانة جديدة يعني، مش هي أنا. أشوف الناس صورة أخرى، مش يعني اللي كنت يعني أنظر لهم. رائع يا بنت الملك. ده يعني الكلمة اللي قلتيها يعني دي تنفع عنوان كبير لبرنامج ولا الحلقات. البركة الحقيقية هو أن المسيح في حياتي. يا سلام، ربنا يباركك يا بنت الملك. معنا مكالمة من أوهايو. هلو ميرات. اي نعم، اتفضلي حبيبتي، حضرتك على الهواء. مسيكي بالخير يا حبيبي، انا من لبنان، وانا معجب كثير بالاخ زكريا وبشكر الله عليه. شكرك. وهو كان سبب بركة بحياتي انا. أشكرك. انا بعرف يسوع من 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 صار لي 20 سنه وغير حياتي عرقسا على عقب. انا كنت امراه ما بحب حدا، عندي كبرياء كثير كثير كبير، والرب بروح قدسه فات على قلبي وغيرني وغير حياتي. مجد للرب. انا اشكره جاي كثير كثير. وانا بدي اقول له للحبيب القلب الدكتور زكريا انه هو كان سبب بركه، هو والحبيب ايمن كفروني ابن بلدي. أيوه. انه هن بالطبيب العظيم، انا ما في مره بشوفهم غير ما بركع وبصلي معهم وبحبهم كثير، وخليني ضلوا يعملوا هالعمل العظيم يلي عم يغير قلوب العالم كله. يعني يا اختي مرتي، يعني
يعني انت مبسوطه طبعا علشان ايمن كفروني من ابن بلدك، وانا يعني علشان من مصر ما قلتيش ابن بلدي. انت حبيبي انت منور الشاشه ومنور عيون العالم. لا الله يخليك، ده انا ايمن كفروني على فكره يا اخي زكريا، انت مثل اخي بتشبه له كثير كثير، وما في مرة بشوفك غير ما بطلب من الرب انه يصير مثلك، يحب رب ربنا يسوع. الله يخليك، شكرا شكرا. واخونا ايمن كان على التليفون معايا من قبل الحلقة وقال لي انا بس في مكان ما فيهوش الا نت. 23 اتفضلي. احنا تربينا ببيت مسيحي، ربيت اولادي كلهم، انا عندي بنتين وصبي، بس ابني الصغير مش عايش للرب ابدا يا دكتور استورو، وانا بعرف انه الرب بده يباركه ويرجع يرده للايمان، بس بطلب منك تصلي له اذا بتريد. هو اسمه مين؟ اسمه نعمان. يا رب في هذه اللحظات يا من غيرت نعمان السرياني، بتغير ابننا نعمان يا رب، ومشاعر اختنا ميريت الصادقه، هذه الامه التي لا تطلب الان طلبه جسديه لابنها، لكنها تطلب طلبة روحية. فرع قلوبنا يا رب بالوصول لقلب نعمان، حقق فيه ما قيل عن ليديا، فتح الرب قلبه فكانت تصغي إلى ما كان يقوله شاء بولس، أعمل عمل عجيب يا رب، وفرحنا بهذه الأخبار لأن لك كل المجد. آمين آمين آمين. يعني بالمناسبة أخويا أيمن كفروني اتصل بي وقال لي حاول أدخل، بس المشكلة أن أنا ما فيش قدامي قناة الكرمة في المكان اللي هو فيه، هو في أحد الولايات وفي فندق، فقال لي حاول على النت بس هيكون بيقطع. هو ربي بيستخدمكم فعلا، التيم كله بتاع الطبيب العظيم ربي يبارككم، والناس اللي بتعمل من خلف الستار، واللي انا عارفه يعني تيم كامل بيبذل مجهود كبير، لكن وتيم الكرمة اللي هيكون معانا بنعمه الرب يوم الجمعه والسبت والحد القادمين في فينيكس اريزونا، وهنكون على الهواء برضو من هنا، فصلوا لاجلنا وصلوا لاجل الطبيب العظيم في فينيكس اريزونا. امين امين. رب يديكم نفوس تعرفوا وفعلا يمجد اسمه، واحنا بنفرح بنشترك مع بعض بالثمر، احنا يعني بقى لنا كذا سنه الرب شرفنا ننقله مباشر، ده بركه كبيره لينا. افتكر اول مره لما اتنقل مباشر كنت بساعد في الرد على التليفونات، ففي اخوات اتصلوا بيقولوا لي يعني ده اللي شغال دلوقتي في الطبيب العظيم، قلت لهم اه يوري يعني ده مباشر، قلت لهم اه مباشر، يعني هم دلوقتي هناك بيصلوا، الناس كانت بتبكي بالدموع على التليفون مش مصدقين ان هو وصل الوقت يشوفوه مباشر، وناس كانت بتتصل تصلي وتقول انا عايزه اصلي زي ما هم بيقولوا، انا بسجد دلوقتي وعايزه اصلي معاكم على التليفون قبل الرب. انا عايز اشجعك بس يا اخت منى وكل العاملين في الكارما، انا اول مره كنت اروح اريزونا من كام شهر بس ما كانش الطبيب العظيم، المره دي اول خدمه طبيب عظيم في فينيكس اريزونا، بس لما رحت هناك كان اجتماعات صغيرة عائلة بالكامل، أول ما شافتني خدتني بالأحضان والمحبة وقبلوني كملاك من الله، وحس إن أنا صغير جدا وما استاهلش محبتهم، وبعدين حكوا لي بقى قالوا لي فاكر من 5 سنين لما كان أول مرة الكارما تنقل هوا مش عارف من فين، من تورونتو، قلت لها آه، قالت لي أنا كنت مريضة جسديا، وكل كانت عائلة حوالي 30 شخص، كنت مريضة جسديا أنا وعيالها، قالوا فعلا دكتور ما عرفش يعالجني، كذا طبيب الفاميلي ورحت الأخصائي ومش عارف إيه، وأيضا كنت في اكتئاب، إلى إني قاعدة ومش فاكر هي قالت أني خدمة كان كنا بنخدم، فقالت قلت تعالى قدام، رحت ركعت على الشاشة نفسها قدام الشاشة وما اتكسفتش، هو أخت عراقية يعني، وفي وقت ما سكبت نفسي أمام الله شعرت، قالت لي مية كده نزلت مني وفرح غمرني، قمت لا في اي اثر لهذا المرض. طبعا انا عارف بعض الناس هيقولوا ده بيعمل دعايه او كده، انا بحكي قصه شاهد الهي على اللي حصل، ومن هذا الامر كان تاثير هذه الاخت في العائله الكبيره عظيم، وانا كنت ما شفتهمش 5 سنين، كان الله استخدم خدمه الطبيب العظيم عن طريق قناه الكرمة في بركه لاسره كامله، عائله كبيره كنا حوالي 20 30، وان شاء الله لو جيتي مع صامويل معانا هتتقابلي مع الاسره دي فعلا، فاحنا بنشكر رب لاجل عمل الله في كل مكان. مبارك اسم رب. ربي يكمل يا دكتور. أمين. ربي يكمل. انا ناخد مكالمات اخرى، معانا مكالمه من نيويورك الاخ زاك. الو اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك اخ زاك، اهلا بيك.
اهلا اخوانا، معلش انا كل شويه اتصل اعمل لكم. لا بالعكس، احنا بنتبسط نسمع صوت حضرتك والاختبارات اللي بتقولها لنا وبنتشجع بيك. ربنا يباركك وربنا يبارك الدكتور زكريا. الله يباركك يا خزائك. شكرا. ربنا يباركك كتير. انا بس عندي سؤال يعني للبركه، يعني truly blessing monetary and spiritually. بس I want to share with you يعني لو سامحوني لو يعني عشان بس مش بعرف اقرا في العربي، فممكن لو اقرا بالانجليزي لو تسمحوا لي. اتفضل. If you turn to Job chapter 28, the fear of the Lord is wisdom, and to depart from evil is understanding. The chapter 28, verse 28. Ayub 28:28. Job 28:28. Ayub, yes. Job 28:28. Okay. Says he clearly says the fear of the Lord is wisdom, and to depart from evil is understanding. هو وقال للإنسان هو ذا مخافة الله هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. أوكي فضل. وبعدين يعني في آية يعني آية if you go to the book of Proverbs سفر الأمثال المسائل اللي هي Proverbs, go ahead. What chapter and what verse? Okay, it's chapter 9. Okay. And it starts from verse 10. It says, the fear of the Lord is bringing wisdom. And then right underneath it says, and the knowledge of the Holy One is understanding. To be هنا the Holy One طبعا بتتكلم على الرب يعني he clearly speaks about God himself because بتقول the Holy One مش يعني في الإنجليزي يمكن بالعربي بي أمثال 19 أوكي يعني حتى لو موسى بدء الحكمة مخافات الرب ومعرفة القدوس فهم. حينما نعرف القدوس هذا هو الفهم. اتفضل. فيعني ممكن نقول يعني understanding is to depart from evil and to وعرفنا ان departing from evil is هنا بنتكلم على the knowledge of the Holy Ones the most Lord teach me your ways that I may know you and find favor in your sight. يعني حتى علمني طرقك حتى أعرفك وأجد مخافة في عينيك أو أجد نعمة في عينيك. كمل. يعني هي to begin to know the ways of God اللي هي the fear of the Lord is wisdom and to depart or to shun evil is understanding. Yes. تيجي هنا ممكن تعرف the ways of God to true blessings ولا دي اللي هو ال Proverbs بيتكلم على حاجة تختلف شوية. هو بيسأل إنه الجزئية دي هل ده بيتكلم عن إنه لما هعرف الرب ويكون عندي مخافة الرب هل ده الطريق للبركة ولا هو قصده حاجة تانية بالآيات اللي هو قراها معنا النهاردة؟ طبعًا أنا بتفق مع أخونا زاك إن المسيح حسب كورنثوس الأولى 1 صار لنا من الله حكمة وبرًا وقداسة وفداء. كل البركات لينا من خلال معرفة الرب، فمعرفة القدوس فهم، أي
حينما تعرف القدوس ستبارك في فهمك، سيبارك الله ذكاءك وسيبارك الله استخدامه ليك. شكرا جزيلا يا خزاك. شكرا لك على السؤال القيم دوت، وبنشكرك جدا على الآيات اللي قلتها يا أخي زكرا، ربي يباركك. معانا لطيف من كندا، حضرتك على الهواء، اهلا بيك. ايوه مساء الخير. مساء النور، ممكن بعد اذن حضرتك توطي التلفزيون على الاخر وتسمعنا بالتليفون؟ حاضر. اتفضل. بس خلي بالك. سامعينك، اتفضل. اتفضل يا اخ لطيف. مساء الخير دكتور زكريا، مساء الخير يا بنتي. اهلا وسهلا. مساء الخير، اهلا بيك يا اخ لطيف. لو سمحت دكتور زكريا انا هحكي لك حكايه حصلت لا تستغرق معايا 5 ثواني. اتفضل. في بيزمنت، انا حاليا بكلمك من البيزمنت. اهلا بيك. وارجوك بعد ما تسمع القصه دي تديني رايك، علي صوتك شويه لان انا بعيد عنك ضرير وعمري 60 سنه. الرب يباركك. مؤمن واشكر الرب. ربنا يباركك. ربنا يباركك. وعند وحاليا في غسيل كلى، وعايزك تصلي لاجل موضوع لمجد الرب انا لشفائي واتمام الموضوع. حاضر. القصه كالاتي، في 18/5/2005 انا كنت متعلق في البالتو من 2000 ل 2005. في 18/5 18/8 ولا 5 الله مش فاكر، لكن كتبت القصة كالآتي. في 2005 الساعة 8 ولدي بيقول لي يا أبوي ما فيش أكل في البيت، تعالى نطلع نتعشى برا مع الأولاد. قلت له لا، أنا بسمع في البلتوك ومنسجم، وحط إيدي على خدي وعيني على خد اليمين لاني بشوف بالشمال فقط. نعم. وصدفه مش صدفه، باب الجنينه في الباك يارد لما تيجي تفتحه بيقول تك. ايوه. فتح الباب، في نفس اللحظه نزل طفل، في نفس اللحظه تك، يمكن التاء ما وصلتش الكاف، لقيت الطفل ده قدامي وبيبص لي في وشي في عين الشمال وبيضحك. هذا الطفل بيرعش كهرباء، لابس بنطلون كاكي وعنده قميص فيه شرطان حمراء بوصة تقريبا زي الدم، الشكل شكل ولدي. فأنا نهرته بقول له أبوك وين؟ بصرخة أبوك وين؟ خايف علي، كيف يعني كيف رجع؟ التك اللي حصلت فوق حصلت تحت، تك واختفى. صرخت صرخة يمكن تسمعها من عندك باسم الآب والابن والروح القدس 3 مرات أوروبا، وحاليا بكلمك من البلد. لما جه ولدي حكيت له الحكاية دي قال لي يا أبوي أنا ما بعرف، لكن لو سمحت لا تتكلم قدام الولي ولا قدام الأولاد، لا يسيبوا البيت ويمشي. هذا سر لغايه دلوقتي انا كتبته وما عارف ايه الطفل اللي ظهر ده. وبعدين انا كنت بسمع لبنت اسمها مهرائيل بتعترف كيف بيجي، كانت داعيه اسلاميه وبيجت مسيحيه وبيخطوها من يمين لشمال ومن يمين لشمال ومن شمال ليمين وبترسم الصليب وانا قاعد. فالقصه يعني كتبتها في في في, في صفحتين، لكن استغراقها لن يستغرق 5 ثواني. تعرف لما كان المسيح جاء ونزل السفينة وفي الحال وصلت السفينة على البحر، في نفس اللحظة اللي اهتك حصلت وانتهى الفيلم. ايش تقول للظاهرة دي؟ طب بص يا اخ لطيف، بس لا انا هسألك سؤال، ما هو التأثير بعد ما شفت الطفل ده؟ انا رجل مؤمن، أنا رجل مؤمن. أنا فاهم، يعني أنت فرحت، زعلت، خفت بعدها؟ أنا ما خفت، بس أنا يعني فوجئت. يعني اتبركت ولا حسيت بحاجة مخيفة أكتر؟ لا، أنا استشرت قشيش في نفس البلتوك تاني يوم، قال لي ده ملاك الرب، لأن ده ادالك إنذار. كيف يدي؟ لو أنا قلت له ده روح شريرة، قال لي كيف روح شريرة؟ هو ادالك إنذار فوق تك، يعني خلي بالك.
طب وخلي بالك من ايه، ما هو بيوصل لك وبيضحك. ما هو ما قالش. وبعدين قال لي ده، ما قال لي، قال لي يعني سالت واحد ثاني قال لي ده شهيد، لان انت بتقول شفطان دم. قلت له لكن ما قادر افسر، لكن انا لو انا خفت ما كنتش اقعد في البيت من النهارده 2011 اللي هي 6/2. على اي حال يعني انا طبعا لا ادعي ان انا يعني قادر، لانه طبعا انت الوحيد اللي شفت وتقدر تعرف يا اخي لطيف ايه الاحساس. دي النقطه بركز عليها، اللي صاحب هذا الرؤيه او هذه المنظر اللي خد 5 ثواني. دايما من خلال كلمه الله ظهور المسيح او لو ارسل ملاكه صاحب يخلي خوف، لكن النتيجه النهائيه بيبقى في بركه وفرح. اذا للاسف بيبقى الشيطان بيحاول يهددك بطريقه، ده بيبقى وراه حزن ونكد، وانت مؤمن حقيقي والشيطان يخاف منك مفروض، لانه الكتاب بيقول اخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم. فانا مش قادر طبعا اقدر احكم، لكن كل اللي انا فرحان له ان حضرتك بتقول انك مؤمن حقيقي، اختبرت الرب يسوع مخلص شخصي، فما فيش قوه هتقدر عليك، ومية المية يكون الرب يقدم لك تشجيع وتعزية. أمين أمين. معنا هاني من أريزونا. هنبقى نصلي لأجله بس. أمين أوكي. أمين يا دكتور. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا أخويا هاني. كيف حالك سيدي؟ أنا تمام، أشكر الرب يسوع. أمين، نشكر الله دائما. سيدي أنا كنت أولدت أخرس، تعرف الأخرس كيف بولد؟ أخرس 7 سنوات وأنا أخرس. يا سلام. 7، وأمي تنهار تركض من متكتور للطلياني لمستشفى الطلياني، لكنا في القدس عند العبرانيين، كله ما هذا ما في فايدة. أيوة. قالت صلي يا عذراء يا مارجليس يا يسوع يا خضر، تعرف أول أورت باشي. يوم الأيام الصبح العذراء شكت الحيط اللي احنا ساكنين فيه، وفاجت علي بتقول لي هاني هاني اطلب من امك فطور. قلت لها انا اخرس. قالت لا انا مسحت سمك، نفس لباسها نفس لباسها والمسبحه وكله. ايوه. فهت امي بقول يما قومي جعان. انا حكيت لاختي بتقول نزله شو بدك؟ قالت انا مش انا اللي بحكي. بقول لا يما انا اللي بحكي، المره هذيك اللي هناك لابسه اخضر هي فتحت امي، قامت بدون فعي بدون وعي بدون شيء، حطت بحضنها شمع وتنكة زيت، مشت حافية للصلاة، حطتهم بالصلاة كله، وقالت وانطت لي 5 ليرات. أول كان 5 ليرات عن 50 دينار اليوم. قالت انطين للخوري، رحت للخوري بقول له أبونا هاي 5 ليرات عشان اذكرنا. قال مين انت؟ قلت له أنا هاني. قال مليان عنا في الهرسة هاني في الكرك. قلت له انا بن عودي. قال انت اخرس؟ قلت لا، صاحبه الصوره دي جت فتحت امي الصبح، اخذتني باب الهيكل، قال يا هلسه يا مسيحيه يا نصارى شو هذا الطفل؟ قالوا اخرس. قلت لا انا مش اخرس، العذراء دي فتحت امي. ركعوا كلهم وصاروا يبكوا، ومنها انا مع يسوع. قال لي 62 سنه مع يسوع. يا سلام يا اخي هاني، ربنا يبارك حياتك، ولسانك نطق، وافضل شيء انه ينطق دايما بتسبيحات الرب وبافراح الرب. ولكن سؤال تاني يا اخي هاني، هل حضرتك متاكد ان ليك حياه ابديه لما الرب يسوع يجي تاني؟ نعم انا ناوي الحياه الابديه، بس مرات الواحد بغلط، انا انسان كلنا بنزل، بس في يوم من الايام برجع فيه يا اخي هاني للرب واقول له انا محتاج اختبرك كمخلص شخصي ليا. اختبرني وانا ماشي معه لانه لاحظت كثير له. ايوه. الرب يبارك حياتك، لان الكتاب المقدس بيقول لكي لا يهلك. امين. كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. تكون له الحياه الابديه. احنا بنشكرك جدا 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 يا اخي هاني على دكتور. اتفضل. احنا موجودين هون في غربه. في غربه، احنا ارض بيتنا السماوي عند الرب يسوع. طيب انت واثق. يبقى هو واثق ان ليه مكان في السماء عند المسيح. امين. ربنا يبارك. ارجوك يا دكتور، ارجوك يا اخوي صلي لي، الله يطول عمرك. سنصلي لاجلك ونصلي الان يا رب. انا بشكرك لاجل معجزه
حقيقية متحركة هو أخونا هاني بركة لي في هذا السن يا رب، شدده واملأ قلبه بالإيمان الحقيقي بشخصك أنت يا من بذلت نفسك على الصليب لأجله، أنت يا من أنت هو الفادي والبديل، أنت هو سر البركة، أنت ضامن السماء. ادي له علاقة شخصية معاك، سمعه في قلبه مغفورة ليك خطاياك علشان دايما يتأكد أن له مكان عندك، لأن لك كل المجد. أمين يا رب. أمين أمين. ربنا يباركك يا دكتور. بنت الرب من كولورادو حضرتك على الهواء، تفضلي. أهلين أخ زكريا، كيفك؟ يا أهلا بيك يا بنت الرب، اسم جميل بنت الرب. شكرا كتير. أنا بدي تصلي لي لجوزي لأن بعيد عن الرب كتير. أيوة دي طلبة غالية على الرب يا أختي بنت الرب، ويعني ما فيش مرة بقلبي بيتأثر ويتهز قد ما زوجة تطلب صلاة لأجل زوجها أنه يرجع للرب، أو لأجل أولادها زي ما يمكن حضرتك سمعتي الاتصال منذ قليل. سمعتون الاتصال. بس أنا ودانا ولادة ثانية وأنا ويا الرب كتير، بس هو بعيد كل البعد عنه. أختي بنت الرب عندك كتاب مقدس قدامك؟ لا ما في. عندي في كتاب مقدس. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 3 وعدد 2 و3 بيقول إنه الأزواج لو كانوا غير مؤمنين يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، يعني حتى لو ما وعظوش كتير ويفضل ما توعظوش كتير، لكن تظهر له محبة وتظهر له اهتمام وتظهر له صفات المسيح، واضح على صوتك إنك فعلا أنت بتحب الرب يسوع، ثقي إن بالصلاة وبشهادتك هتربحيه حتى بدون كلمة. ويقول الكتاب في هذا الجزء بطرس الأولى 3 وعدد 2 و3 إنه حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة، يعني مش بيسمع الوعظ ولا يرضى يقبل، يربحون بسيرة النساء أي الزوجات بدون كلمة. تشجعي يا بنت الرب وأنصلي لأجلك في نهاية الحلقة. أمين. شكرا أخ زكريا. تفضلي. أنا بمر بتجربة كلش قوية لأنه حلمت وحلم كلش كان عجبني، يعني حلو كان، بس بنفس الوقت حزني إنه كانت أرواح شريرة قد حاربني بالحلم كثير، والكل يضحك علي بالحلم إنه ما صدق الرب يسوع، بس أنا كنت قوية بالحلم وقلت لهم إنه الرب راح يقضي عليكم وراح ينتصر. هللويا. انفتحت السماء من النص وظهر الرب يسوع وشالهم هذول الأرواح الشريرة من قدامي. طب وإيه الحزن اللي يحزن فيه القصة دي؟ ها؟ ليه بتقول إنك فرحتي بس حزنتي؟ حزنتي ليه؟ حزنتني لان ليه السادات حارب من هذول الاخوه. لا ازاي 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 كل ازاي يا اختي يا بنت الرب، ده فيلم كلش زين كلش حلو. انت عراقيه طبعا وعلى فكره. ايوه عراقيه. ايه علشان الدولمه والمقلوبه والمسقوفه، يعني اكل خطير والبرياني. المهم بصي خلي بالك، المؤمن الحقيقي طبعا مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء، رؤساء الظلمة والسلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فازاي تزعلي؟ ده طبيعي انه بيحاربونا، لكن افرحي ان حتى وانت في الحلم الرب بيدافع عنك وقال لهم امشوا ومشوا وانتهت. ده فيلم، ده حلم جميل بيدل على ان الرب بيشجعك وبيشجع قلبك. لا أنا فرحان وملاحظ أدي اتصالك بيؤكد الكلام اللي قلته على الهواء من كام يوم برضو في قناة الكارما، إن الله في هذه الأيام يتعامل مع الشعب العراقي بشكل خاص جدا جدا جدا، وأدي الدليل أهو ربنا بيوريك حلم في إنه بيدافع عنك وبيطرد الأرواح الشريرة ضدك. فمبروك ليك يا بنت الرب، والرب هيكرمك وزوجك هيجي المسيح. أمين. في اسم ربنا يباركك حبيبتي. شكرا لك ولاتصالك، ربنا يباركك.
احنا للاسف وقت الحلقه خلاص قرب على الانتهاء. انا عارفه ان في حاجات كتير مفروض نقولها ونتكلم فيها عن البركه، لكن نفسي بسرعه نقول نقطه وبعد كده نصلي الاحبه انا طلبوا الصلاه عشان الوقت انتهى. وهي حضرتك ذكرتها في النص ازاي ممكن وسط الالم وسط الظروف الصعبه الرب يكون بيبارك ويكون في بركه من الانكسار من خلال الصلاه، نقولها وبعدها نختم الصلاه يا دكتور. طب نقول ايه ولا ايه؟ ما انا عارفه عندنا نقط كتيره جدا عارفه. لا يعني نقول يعني اصله كان. طب نشكر الله على العموم كل اللي همنا ان صلاه في واحد اسمه يعبيس، قال اسمه يعبيس يعني معنى اسمه حزين. قال الكتاب اخبار الايام الاول عشرة، دعته امه يعبيس قائله اني ولدته بحزن. فلما واحد يعرف انه لما اتولد كان حزين واسمه حزين، يعني يا حزين تعالى يا حزين روح، اسمه كده، فممكن يطلع متعقد. لكنه بالعكس الحزن والانكسار خلاه يصلي، ودعا يعبيس اله اسرائيل قائلا ليتك تباركني توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشر. فاسمه يعبيس يعني حزن او انكسار خلاه يصلي وياخذ البركه، فاتاه الله بما سأل. ودعا إله إسرائيل وليس إله يعقوب. إزاي تسمى إسرائيل يعقوب؟ إزاي سمي يعني أطلق عليه إسرائيل؟ إسرائيل يعني أمير الله، أي الذي يأتمر بأمر الله، يعني مش اللي بيمشي على مزاجه، بيمشي على أوامر ربنا. ده معنى أمير. أمير الله يعني يأتمر بأمر الله، مش بينفعل إرادته الذاتية لكن بيحاول يسمع صوت الله دائما. الله ظهر كإنسان ليعقوب وصارعه هناك. الله اللي بدأ عايز يبارك يعقوب، بس يعقوب عنده مشكلة وهي أنه حق فخذه أو معتمد على ذاته، معتمد على جاريه. حتى هو بيتولد أخوه عيسو اتولد الأول، راح هو ماسك في رجلين أخوه، يعني من مولده يا متعقب. فهو قعد يقول لربنا باركني، ربنا مش راضي يباركه، بس مصارعة. بعدين بكى، أرجوك باركني، لن أطلقك إن لم تباركني. لما قال كده قال له الله أنا نفسي أباركك، بس المشكلة في يعقوب، هو يعقوب. والمشكلة الوحيدة في زكريا لكي يبارك، المشكلة فين؟ في زكريا نفسه. فأنا عايز أكسر حق فخذك يا يعقوب، أي اتكالك على ذاتك، أي إنك حس إنك حاجة. فكسر الله حق فخذه. اسمعي، وبارك هناك، وتأتي هذه الآية أختمنا، فأشرقت له الشمس في فنئيل، يعني وجه الله، وهو يخمع على حق فخذه. وهكذا يعني ترتبط الألام. مثلا أيوب شوف الألم اللي مر فيه وفقد، لكن بارك الله آخرة أيوب أكثر من أولها. هقول إيه ولا أقول إيه، لكن هقول كلمة عن البيت المبارك وأصلي لأجل كل بيت. بص يقول إيه، طوبى مزمور 128، طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك. أدي البيت المبارك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بنيك سلام على إسرائيل. وكان في بركة هارونية، يباركك الرب ويحرسك، يرفع الرب وجهه. هذه البركة جاية في سفر العدد أصح 6 بعد شريعة اسمها شريعة النذير، وهي التكريس للرب، التقوى والتكريس للرب والانكسار زي ما كسر حق فخذ أيوب. هذه بعض على آخر لحظات الحلقة، هذه بعض مقومات البركة. والصلاة زي ما شفنا إزاي صلى يعبيس وصلى يعقوب وجاهد مع الملاك وغلب. عزيزي المشاهد، ممكن أخذ دقيقة ولا دقيقة؟ تفضل يا دكتور. كنت بخدم الرب في أوروبا، وجوني ناس قالوا لي هو انت بتتكلم بالانجيل؟ قلت لهم اه. ضحكوا كده ضحكه السخريه، قالوا انت تعرف ان المسيحيين بيقولوا ان المسيح اتصلب ومات؟ قلت له اعرف، هو فعلا اتصلب ومات وقام. قال لي انت بتقول ايه؟ استغفر الله، ده في العهد القديم هم بيقولوا لي، كنت في احد شوارع اوروبا، في العهد القديم مكتوب ملعون
كل من علق على خشبة استغفر الله سامحه يا رب. عايز تقول ان النبي العظيم عيسى يسوع اتلعن؟ حاشا يعني، انت عايز تقول كده؟ قلت له مش انا اللي عايز اقول كده، بس انا مش عايز اقول المسيح اتلعن. هذا ما اختم به، عايز اقول ان الرب يسوع صار كتلة لعنة. غلطية ثلاثة، المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. لهذا قال المسيح، المسيح اللي قال الآية دي في يوحنا 3:14، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. سؤالي، لو أنا عايز أعمل، أنا بمخي الطبيعي عايز أعمل مثل للمسيح، هعمله حمامة ولا حية؟ طبعا حمامة. أنا معقولة أعمل تعبان رمز المسيح؟ طيب هعملها من ذهب ولا من نحاس؟ ذهب طبعا، من ذهب وحجارة كريمة. طيب هحطها في فازة من الكريستال ولا أعلقها في الشارع؟ فازة من الكريستال. يعني لو أنا عايز أعمل مثل بمخي أو أي نبي عايز يعمل حاجة شبه المسيح، هجيب حمامة جميلة أو قلب رائع ومن ذهب وأحجار كريمة وفي فازة من الكريستال. وتعرفي ليه؟ لما المسيح قال إن الحية اللي رفعها موسى رمز ليه ولا إنسان يقدر يطبق، حاشا. لكن لماذا شبه المسيح نفسه بالحية؟ لأن الحية رمز اللعنة أول ما اللعن، وهو صورة، لأن يسوع المسيح حمل لعنتنا. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، صدقني، أو تصدقني، صدق كلمة الله، أنا أكلمك جد، يمكن في لعنة في البيت، فيش بركة، العيال ضايعين ومخدرات ونجاسة وخناقات والبيت، يمكن في لعنة في الشغل، يمكن في لعنة في العينين، سامحني، العينين ما بترتويش وبتشوف أفلام ونجاسات وشعر بلعنة وفقر، يمكن في لعنة في شهوات القلب. عايز أقول لك إن يسوع المسيح شال اللعنة مكانك، صار كالحية النحاسية المرفوعة. تعال له الآن، مش بكرة، دلوقتي. وأنا بختم البرنامج ده بأمانة، اركع معايا قدام التلفزيون، اركع معايا كده وصلي كده، قول له يا رب أنا بقول لك إني ما استاهلش إنك أنت الله الظاهر في الجسد، ومخي ما صدقش إنك تصير لعنة لأجلي، ما استاهلش تحمل خطيتي يا رب، أنا بحط لعنتي وكل شيء تحت صليبك، تعالى رش دمك ورش بركاتك عليا. صلي معايا كده، بارك بيتي يا رب، سامحني على كل اللي عملته، بارك مراتي وسامحني على المعاملة الرديئة اللي عملتها لها، بارك الرئتين بتوعي يا رب، هم تعبوا من السجاير بس باركهم وحررني، باركني يا رب وحررني من لعنة المخدرات، لعنة النجاسة، حررني من لعنة القمار يا رب، يا رب الآن فكني يا من لعنت لأجلي على الصليب، يا من صرت لعنة. أنا عايز بركة، أنا مش عايز أنتظر بعد ما أموت أدور على البركة، أنا عايز بركة دلوقتي. صليها معايا، صليها معايا، وأرجوك لا تترك التلفزيون ولا الركع، حتى لما برنامجنا يخلص وانت راكع قدام التلفزيون أو انت واقف، اطلب بركة لعيالك، لبيتك، لفلوسك، لكل شيء. أمين يا رب. صلي دكتور، صلي مع أحبائنا اللي بيصلي دلوقتي معنا، شاقبل يا رب، صلي معي وصلي لأحبائنا اللي طلبوا صلاة. أمين. أنا هركع حرفيا فعلا في هذا المكان وهصلي يا رب إني أشعر بحضورك القوي الآن في هذه الحلقة يا رب. يا رب إني أصلي لأجل كل أخ وأخت راكع قدام التلفزيون في أي مكان في العالم، بيشاهدنا على الهوى أو يا رب بيشاهدنا حتى في حلقة الإعادة. تعامل مع النفوس يا رب، إحنا ما عندناش بركة من عند الإنسان، ما عندوش بركة، لكن تعالى ببركاتك يا رب، ببركات العهد الجديد، ببركات دمك العظيم، ببركات محبتك، ببركات صليبك، ببركات شخصك يا رب، زي ما وضعت يديك على التلاميذ وبركتهم، زي ما اخذت الأطفال قديما في أحضانك وبركتهم، بارك أولادنا وبناتنا وبيوتنا وحياتنا وجيوبنا وأفكارنا ونظراتنا وكل حاجة يا رب. أنا بحط إخواتي وأخواتي اللي راكعين قدام التلفزيون الآن بلمسة شفاء من كل مرض، الناس اللي اتصلوا يا رب، أختنا اللي بتطلب طفل يا رب، أختنا التانية اللي إبليس بيكذب عليها إن الولد هيطلع مشوه، يا رب اكرمها واديها ابن مبارك يا رب. بارك كل شخص راكع أو واقف قدام التلفزيون في هذه اللحظات،
ببركة منك، ما عندناش احنا بركة، لكننا نثق ونطالبك ونشكرك لأنك باركت. وحينما تبارك أنت من يردك؟ لا يستطيع لا شيطان ولا إنسان ولا قوة أخرى تستطيع أن تزيل البركة التي تبارك بها، لأن لك كل المجد. آمين 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 امين يا دكتور. امين امين امين. ربنا يباركك. انا ربنا يباركك، وانا واثقه انه في نفوس كثير. انا شاعر بالروح القدس ان في ناس النهارده بالذات في هذه الحلقه هتبدا معاها بركه. نحن مش بنعمل دراما، ولا احنا بنقول كلمه الله وبنركز زي ما صليت وبعيد. ما فيش بركه في الانسان، يعني الانسان ما بيباركش، لكن اذا في بركه هي بركه من الله. نحن نعلن بركه المسيح من خلال كلمه الله. أمين أمين. وإحنا بنصدق وبنثق نعم. أن رب النهاردة فعلا، يعني في ناس سمعت وناس مصدقة أن عليها لعنات، ولما سمعت الكلام ده وصلت مع حضرتك أن رب فعلا يجي يغطيهم بالدم واللعنات دي تتكسر، والصليب يدخل البيت وكل الحاجات دي، ولو عليهم سحر إن هي ولو عليهم سحر قوة دم المسيح اسم يسوع بأمانة بأمانة يسوع. لو عليهم أكبر سحر هم غلبوه بدم الحمل وبقوة شهادتهم. فيش قوة لا سحر ولا قوة. يعني بتخيل بالعام العراف بيحاول والشعب كان ضعيف، بس قال كيف ألعن من بارك الله. مبروك البركة على كل شخص في هذه الحلقة فعلا بيطلب بركة الله اللي مبنية على أساس أن المسيح حمل لعنتنا على الصليب. أمين أمين يا دكتور. مشكورك جدا جدا على الحلقة. شكرا. دي ربنا يباركك. شكرا. ويبارك كل خدمة حضرتك بتعملها في كل بلاد العالم. شكرا. وفعلا احنا واثقين بالروح القدس رب تلمس مع ناس كتير. أنا متأكد وأكيد هتجينا اتصالات حلوة عن. شكرا ليك يا اختمونا. شكرا لقناة الكرمة اللي الواحد يعني قاعد يركع هنا وحس كده أنه يعني في اتصال وشركة مع مؤمنين ومؤمنات في كل مكان في العالم. دي بركة بركة عظيمة. مشكور ربنا لأجلها، وربي يبارك فرصة الطبيب العظيم اللي جاية مع حضرتك في أريزونا، وبارك كل مرة رب بيستخدمك فيها. بنطلب من المشاهدين أنهم يصلوا لأجلنا علشان خدمة الطبيب العظيم اللي جاية في أريزونا جمعة وسبت وحد، ويشاهدونا كمان على الكرمة مباشر. وأنه لو حد في منطقة أريزونا فينيكس أو المناطق المحيطة بأريزونا يقدروا ييجوا علشان يحضروا معانا، لان متصور اتصلوا بينا اخوه هناك وقالوا ان اخوه اخوات واسس كتير بيصايمين وبيصلوا ليهم ايام. يا رب يصلوا لاجلنا ويدينا الاوقات الطيبه. امين امين يا دكتور. ربنا يباركك، وشرف كبير لينا النهارده ان رب استخدمك في وسطينا. شكرا يا اختنا منى، ويا رب يبارك قناه الكرمة اكثر واكثر. يا رب هي وصلت لنيوزيلاند، وصلت لاستراليا، وكل اوروبا، وكل الخليج، وكل الشرق الأوسط، وجنوب جزء من أمريكا اللاتينية في الجنوب، يعني شبه غطت العالم. وسع تخومها يا رب لتغمر العالم، ولتكون كل البرامج مباركة وسبب خلاص النفوس وبنيان. وفرحت قوي من الأخت اللي قالت إحنا ما فيش كنيسة في منطقتنا، فربنا بعت لنا الكرمة الناس اللي ما عندهمش كنائس جنبيهم، فتكون قناة الكرمة وسيلة جميلة لأن النفوس تتوب وترجع لربنا، وأيضا كنوع من المتابعة والصلاة، لأنه أنا بعرف يمكن في 20-30 خط تليفوني بشوفه كل مرة وأنا جاي. إحنا عندنا يعني 48 خط. 48 يبقى أسف. ويعني أحيانا بنبقى مش قادرين نلحق على المكالمات اللي جاية في بعض البرامج، فعلا ناس كتير عندها احتياجات وطلبات للصلاة، فبنصلي فعلا عندهم. وصلنا لحضرتك أنه رب يكمل العمل ويبارك الخدمة أكتر وأكتر يعني. شكرا. شكرا لوجودك معنا يا دكتور. ميرسي قوي يا اختنا. شكرا ليك. وبنضم صوتنا مع دكتور زكريا، وبنطلب منكم أحبائنا أن تصلوا لنا. إحنا محتاجين صلواتكم جدا في قناة الكرمة، لكل التيم اللي بيشتغل، لكل البرامج، لكل حاجة رب يستخدمها في قناة الكرمة، لأنه الاحتياج المادي كمان كبير. وفعلا فعلا محتاجين تحطوا إيديكم في إيدينا وتصلوا معنا يا رب يتمجد ويكمل يستخدم الكرمة سبب بركة وخلاص للملايين. أنت سمعت صوت الرب النهاردة وسمعت دعوة للبركة، يا ترى أنت فتحت قلبك وقبلت الرب عشان يبتدي إله البركة يحل في بيتك وفي حياتك وفي قلبك وفي شغلك؟ لو أنت عايز فعلا بركة، أطلب رب البركة يسود عليك ويقودك ويباركك ويستخدمك بركة الآخرين. أرفض الخطية، لأنه زي ما دكتور زكريا قال لنا هي معوق للبركة، هي معطل للبركة، هي يعني تفسد البركة وتطرد البركة عن حياتك، الخطية والبعد عن الرب. لكن عيش حياة الأمانة والتكريس والصلاة، وتمتع بغفران الرب ليك عشان تشوف بركته ويكون بيستخدمك أنت أيضا سبب بركة الآخرين. نشكركم أحبائنا المشاهدين، وإلى اللقاء وحلقات قادمة من قناة الكرم.
أنت يا رب النعمة اجعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء